هتعمل ايه؟ تطلع تضربها طلقة وتخلص منها؟ لا، مش هتكسب حاجة، هتبقى خسرت كل حاجة. كلامها مش داخل دماغي، كلامها كله كدب. جبرية بتعمل اللي هي عايزاه من غير ما تحط اعتبار لأي حد، شايفهاش غير نفسها وبس. انت غلطت يا حسن، غلطت لما بعت مروان وبعت كل الناس عشانها. بس انا كنت هعمل ايه اللي كان في يدي؟ يعني كنت اسيبها لحالها؟ كل اللي فكرت فيه ساعتها انها امي، لازم ابقى معاها. تحب نسافر؟ انا ممكن اطلع احضر الشنط دلوقتي حالا ونمشي وما نرجعش تاني. انا كمان ما بقتش طايقه العيشه في البيت ده. على فكره انا اتخانقت مع بابا، أنا مش عارفة إزاي هو قدر يعمل كده. أنا بس مش عايزاك تتضايق أو تبقى زعلان. واضح كده إن كل واحد في البيت ده ما بيفكرش إلا في مصلحته ومش همه أي حاجة تانية. واضح. أنت لو قلت لي تعالي نمشي ونروح لآخر الدنيا أنا هاجي معاك. أنا مفيش حاجة عندي أغلى منك. بس إحنا لو هنمشي هنسيب كل حاجة. وأنا مش عايزة أسيب أي حاجة حاسة أو متأكدة إنها من حقي. بص يا حسن، أنا وأنت هنعيش في البيت ده، وأنا هنسى إنه أبويا، وأنت هتنسى إنها أمك، ومفيش أي حاجة هتجمعنا إلا المصلحة، المصلحة وبس. رايح فين؟ سيبيني لوحدي. لا مش هسيبك. عايز أقعد لحالي. هترجع تاني؟ محر، عايزكش تزعل من حسن، معلش. وبعدين يعني مش احنا كنا عارفين انه يمكن يعمل كده؟ ايوه يا جبريه، بس انا ما كنتش فاهم انه عصبي بالشكل ده. صح، هو عصبي طالع لي. ايوه معلش، بكره يهدى، الايام هتبرد ناره. ايوه معلش. برضه زي ابني. صح. حاجة كمان كنت عايزة أقول لك عليها. قول يا جبري. إحنا معودين هنا في البلد إن البيت الكبير هو اللي بيبقى عنده أكبر حيازة أرض في البلد. ودلوقتي أنا مرتك قاعدة في بيتك، بس حيازة الأرض مش في يدي، في يد مروان. لما تبقى في يدي وأنا قاعدة هنا يبقى هو ده البيت الكبير يا محرم. يا سلام يا جبرية، يعني انت كل اللي يهمك ان انا افضل العمدة وبيتي ده يبقى البيت الكبير. امالي، مش رجلي وانا قاعدة في بيتك. انا قلت لك اهو عاد، وشوف انت هتعمل ايه. بصي انا يا ست عايز ال لا 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 لا، ولا بص ولا تبص، إلا لما يبقى ده البيت الكبير وارجع أنا تاني ست البيت الكبير. يلا يا بنت حطي السناء دي هنا، وانت حط السبت ده، وخش يلا هات السبت التاني من جوه. اتهبلتي يا ولية انتي؟ كل ده؟ كل ده؟ طبعا ما انتش دافعه حاجه يا اختي. اسكتي، على الصبح صدعتيني ونعيمه مزاجي حلو. ايه ده؟ انت معزله يا نعيمه ولا ايه؟
لا معزله ايه يا ست الكل ده، انا رايحه زياره. هو انت تعرفي مين في البلد؟ وبعدين اللي يروح زياره ياخد كل ده؟ لا ما هي عقباله عندك مش زياره عاديه، دي صباحيه ومش اي صباحيه، صباحيه احلى عريس وعروسه. فاهمه حاجه يا فوزيه؟ سيبك منها. وتسيبها مني ليه؟ دي رجلها على رجلي وايدها في ايدي. هو انا ما قلتلكيش ايه؟ مش جبريه اتجوزت عشان عريس اسود بنت المجنونه؟ اتجوزت ومش كده بس، دي دخلتها كانت امبارح وعزمت الناس كلها زغاريت وفرح اللي احنا اللي ما رحناش. ينفع كده؟ قالت الاصل يا اختي، قالت الاصل. انت هتقولي لي كان لازم تبعت لنا دعوه رسميه على يد محضر، نروح نسقف ونزغرت والهشه كانت تهز لها هزتين. طبعا، هو انا ما كنتش اهز في دخل الدراتي، اهز فين؟ ايوه يا اختي، انت وهي جلبتوها مرقص، يقوم انت كمان على عمها وعكي. انا عملت حاجه يا وليه؟ انا قلت حاجه؟ دي العامله السودا المنيله عملتها جبريه بنت المجنونه. حاضر، قلنا حاضر. الله، رتال ابني فين؟ جرى ايه يا بت؟ مالك داخله كانك مضروبه على الجك؟ ده ابنك فوق. اطلع هتقولي يا فوزيه ولا اقول لك انا هطلع اجيبه انا؟ استني هنا، في ايه؟ مالك داخله بزع حبيبي كده؟ اللي جابك من عند الست هنا مهنا، مش كان واجب برضه تقعدي معاها قد يومين ثلاثه؟ مالك يا رتال، في ايه بالظبط؟ زينب هي اللي على الحجر، وابنها اللي اتشال فوق الراس ويتقال له حاضر وامين ويتخاف عليه من الكبير قبل الصغير، صح يا ست الكل؟ لا يا حبيبتي مش صح. ابنك وابنها في قلبي، حبهم واحد. فهمتي ولا اقول تاني؟ لا ما فهمتش، وما بقتش اكل من الكلام ده خلاص. ما تيلا يا كريمه بقى، يلا اذا كنت ناويه تيجي معايا عشان نبارك للعروسه. عروسه؟ لو انت ما ادريتيش يا كريتال، مش جبريه اتجوزت؟ اتجوزت؟ جبريه؟ يا سلام، اخيرا الفرح هيخش بيتنا، اخيرا بقى ربنا هيفكها. بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ هكلم الكبير، ابنها لازم يعرف. مش وقته يا حبيبتي، مش وقته. ليه مش وقته يا كريم؟ لازم يعرف ان امه بقت عروسه. طبعا. ولا ايه يا فوزيه؟ المفروض يبقى معاها في يوم زي ده. والله ياخدها من ايديها ويسلمها لعريسها، واحنا بقى المفروض ما نغلطش غلطه زي دي، لازم نقول له. بطلي جنان وتهدي بقى. في ايه يا كريم؟ مالك خايفه تفسدي فرحه زينب؟ اقول لك على حاجه، زينب مش طايقاكي ولا طايقاني ولا طايقه اي حد فينا يا ست الكل. والله زينب رسمت الطريق صح وعارفه هي بتعمل ايه كويس قوي، في الاخر هتقعد على التل وتدلدل رجليها. اهلا يا مروان. تزعلش مني يا حبيبي، انا اسفه، انا عارفه ان كلامي ساعات بيبقى عامل زي التوب، بس انا بقى عايزه اقول لك حاجه، عايزه اقول لك الف مبروك. لا مش على الواد، الواد امبارح انا قلت لك ليه الف بركه، انما انا عايزه اقول لك حاجه تانيه خالص. عايزه اقول لك ان امك اتجوزت يا كبير. ادخل. عايزه ايه؟ انا كنت جايه اتكلم معاكي شوي لو تسمحي لي، يعني يا ست الكل. اقعد. أنا عارفة إنك فاكرة إن أنا جاية وفي قلبي نقطة سودة، بس لا والله أبدا، ولا كأن ده حصل. أنا أصلا ما بفكرش في أي حاجة غير ولدي، وأنا متأكدة إنه هيرجع. أمال هيرجع إن شاء الله. أنا كمان قلت لكل رجالة في البلد يدوروا عليه، واللي يلاقيه هياخد مني فلوس كتير. صح يا ستي جبرية؟ صح. أمال إيه، ده لحمنا ننساهوش أبدا. أنا كنت جاية عشان أقول لك إن أنا خدامتك وتحت أمرك، وإن أنا من يدك دي ليدك دي، بس خلي حسن يبعد عن جوزي، يخف عنه هبابي. أنا خلاص كل اللي عايزاه إن أكل لقمة عيش مع جوزي، وبعد كده اللي يحصل يحصل. أنا خلاص عرفت توبي ولبسته ومش هقلعه تاني، وصوفة توبي. وحسن مش طايق يشوفني ولا طايق يسمع حسي، مد يده على الراجل كسر نفسه قدامي.
صح ضربه جامد وماله، هتلاقيه عمل حاجة عفشة. اه عمل، مش هقول ما عملش، بس مهما كان كسرة الراجل وعر. عايز تقولي ايه يا مفيدة؟ انا مش هقول لك ان انا جاية هنا ونيتي صافية، ولا انا بعمل ده محبة، لا انا جاية هنا عشان اعيش، عايزة اكل لقمة والبس هدمة والقى مكان انام فيه، وبعد كده كل اللي يهمني ان اشوف ولدي. لبنى مش سهلة، انا عارفة انك بتحبيها وعارفة انها مالية دماغك، ويمكن الكلام اللي بقوله دلوق يبان غيرة عشان يعني انا كنت متجوزة حسن، بس لا والله ابدا ولا كان ده حصل اصلا. بس انا بقول لك اه البيت ده يبان انه محرم اللي ممشيه، بس في الحقيقة ريم، الست ريم هي والهانم الصغيرة الكل في الكل. يعني انت عارفة كل اللي بيتقال ورا بيبان البيت دي؟ أعرف، بسيطة، كل يوم يكون عندك كل كلمة وكل حرف، بس انت ارضى عني. يا لهوي امشي اطلعوا برا. كل ما تشوفينا يا جبريه مفيش في بقك يا اختي غير امشي اطلعوا برا. بقى احنا جايين نبارك لك ونكبرك وجايبين لك معانا الصباحيه يا عروس، تطردينا يا اختي؟ لا تكونوا فاكرين اني مصدقاكم ومصدقه يعني انكم فرحانين من قلبكم ليا، صح؟ لا 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 لا، ايه ده؟ اوعي تكوني ان انت فاكره ان احنا جايين نشمت فيكي او نتريق عليك وانت حاطه الورد كده على الناحيه اليمين. طب اقول لك حاجه، والله يا اختي ده انا فرحانه لك كاني شاهد بنتي الصغيره دي هي اللي بتتجوز. يا لهوي يا لهوي على حنيه قلبك وطبتك يا كريمه. يا اختي خليكي ليا بس. بسم الله ما شاء الله، وش مدور بدر منور. انما العريس فين بقى؟ اكيد لسه نايم طبعا، ما هي امبارح كانت دخلته والنهارده صباحياته. زغرتي يا بنت احلامي يا نعيم. بس طلعتي ايه؟ ميه من تحت تب، خدتي الزغلول الكبير، قيمه وسيمه وارض. وقعتي واقفه يا جبريه، امال حسن فين؟ يا حسن اكتم يا بنت، يلا يلا خد الغوازه دي واطلعوا بره. فيه يا وليه؟ ده انا عايزه ابارك له، هو مش برضه يبقى ابن العروسه؟ عايزين نوجب معاه. قلت بره، ما عايزاش اشوف خلقتكم العفشه. يا اختي عليكي، عارفه يا جبريه بعملتك دي انا ركبت فوق راس مروان. على فكره مروان عارف وهيجي هنا يتفرج عليكي وانت لابسه التلي ونازله من الاوضه البامبي اللي فيها العريس. معرفش يا اختي بقى هيعمل معاكي ايه. مروان مات واتدفن، ولو طلع من تربته انا هدفنه تاني هو واي حد يدوس لي على طرف. يا كريمه ما انت ايدك في الموت على طول يا وليه، مش مكسوفه من نفسك؟ ليه؟ ايه العيبه اللي عملتها؟ اتجوزت وماله؟ اتجوز كبير البلد العمده وقعدت في بيته وبقيت انا الكبيره، عشان البيت اللي تقعد فيه جبرية يبقى هو البيت الكبير. يا كريمة قرحة وبكحة وعينيك يتدب فيها رصاصة. طب اعملي حساب لولادك، اعملي حساب لعبد الحكيم الله يرحمه اللي البلد كلها كانت بتحلف بحياته. بلاش كده وكده، اعملي حساب لأحفادك الصغيرين.
يوه يا كريمه، عيب عليكي بقى هتقعدي تبكتي فيها. خلاص يا اختي، احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا جايين نبارك لها، دي عروسه. بقول لك يا جبريه، عندي شوية حاجات كده كنت جايباها وأنا عروسة، ما لحقتش ألبسها لابنك، أجيبها لك؟ جرى إيه يا هشكة؟ مش تهزي لها شوية؟ طبعا. قشطة يا بيضة، قشطة يا بيضة، قشطة يا بيضة، قشطة يا بيضة. يا ولية، فضحتينا في وسط البلد، خليتي الكل يتمقلس ويتريق علينا، خليتي رقبتنا زي السمسمه. روحي الله يفضحك، فضحت اللحمه في السوق زي ما فضحتينا. وماله، كل واحده فيكم ليها حساب معاها، وهيجي يوم وصفيه. تحب نخرج؟ لا. طب ما تزعلش نفسك. بصراحة يا مروان أنا مبقتش عارفة أقول لك إيه. تزعل ولا ما تزعلش؟ تروح تقلب الدنيا ولا تعمل نفسك إنك مش واخد بالك؟ والله ما بقيت عارفة أقول لك إيه. بس كل اللي أنا عايزاه إن أنت تفضل معايا. أنا معاك يا زينب. لا أنت مش معايا يا مروان. عايزاني أعمل إيه؟ إيه المطلوب مني دلوقتي؟ لما اعرف انهم اتجوزت ودخلتها كانت امبارح، اتحزم وارقص ولا اروح اجيب لها زفه وارقطها هي وجوزها واحجز لها يومين في فندق عشان تقضي يومين حلوين؟ انا مش عايز اسمع اي كلام تاني. والله انا ما قصدي. ما حدش فينا كان قصده حاجه. لا انت قصدك ولا حسن كان قصده ولا ما كانش قصدي. كل اللي عملناه عملناه واحنا مغصوبين. صحينا الصبح لقينا نفسنا بنعمل حاجات طالعه عن ارادتنا، وكلنا مش واخدين بالنا واحنا بنقلل قيمة بعض، واحنا بنمرمط اسم العيلة وكرامتها في الطين. اسألي أي حد فيهم دلوقتي، أنت عملت اللي عملته ده ليه؟ هيقول لك ما كانش قصدي. حبيبي أنت تعبان وأعصابك تعبانة. أنا مش عايز أهدى، سيبيني في حالي. تعالى هنا، تعالى هنا، أنت رايح فين؟ هروح البلد. أنت لو نزلت دلوقتي أنا هاجي وراك يا مروان، مش هسيبك. سيبيني في حالي يا زينب، سيبيني في حالي. يا مروان. بعدي. علشان خاطري يا مروان. الو، لو سمحت عايزه عربيه مخصوص، عايزه انزل الصعيد. عارفه يا فوزيه، انت لو كنت جيتي معانا وشفتيها يا اختي، من كتر الضحك كان زمانك جالك الطلق وولدتي قبل ميعادك. اهو بصي، ده انا بحكي لك وانت بتضحكي. الولية يا اختي مش مكسوفة على سنها، دي اخت اخناتون ونفرتيتي. وعاملة ايه بقى الاحمر والاخضر اللي عاملاه في نفسها ده؟ هي فاكرة نفسها بنت بنوت وبتتجوز من اول وجديد؟ ده حاجة تكسف يا شيخة. يا كريمة، يا كريمة، تهدي يا كريمة. يوه، جرالك ايه يا فوزية؟ هو انا كل ما اتكلم تقولي يا كريمة يا كريمة؟ انا برضو يا اختي اللي تهد، ولا الولية دي اللي عايزة لها رصاصة ونخلص منها؟ اه والله جبرية دي قص الفساد، البلاوي كلها طالعه منها. بصي بقى، احنا لازم كلنا نتلم مع بعض كده، ومروان في وسطينا، واللي هيقوله ننفذه. بطلي تنفخي في النار يا كريمة، عايزة تشعليها انتي. وانا بورس عشان انفخ في النار؟ يا اختي هي مشعليلة لوحدها. الولية دي لازم تتهد ويبقى لها حدود. لازم مروان يروح يقول لها هدي اخرجي من الملاعب شوية يا جبرية. ما كانش هيقول لها كده، أنا اللي هروح أقف قدامها بنفسي. الله، هنفضل ساكتين عليها لغاية إمتى؟ قتلت عبد الله وأنا سكت، وكلكم سكتوا، وقتلت مرات مروان باللي في بطنها وكلكم سكتوا. بس يعني هو كان هيعمل إيه؟ هيروح يموت أمه وينتقم منها؟ ناس تقول عليه إيه؟ كلنا سكتنا، حتى الناس كمان سكتت. لا، جبرية دي مش لازم يبقى لها حس في الدنيا خالص. هو احنا هنعيدوه من الاول تاني؟ طب اقول لك بقى على حاجه، مش بعيد ابدا على جبرية تكون هي اللي خطفت الواد ابن حسن. ما تبصليش البصه دي. ايوه، تلاقي جبرية بتقول في دماغها ايه يعني، انا متغاظه وقرفانه منهم، ويعني الواد ده ابن مفيده كانت شغل عندنا في البيت. جبرية دي مش لازم يبقى لها حس تاني في الدنيا ابدا. انت عارفه ان انا
مبسوط قوي انك قبلتي دعوتي لتاني مره. تصدق بقى لو انا قلت لك ان انا كنت مستنيه مكالمتك دي؟ عارف يعني معقول ازاي؟ اه الغريب بقى في كده يعني. لا انتوا بنات بس بتحبوا تتقالوا كده وتبينوا ان انتوا مش واخدين بالكم، بس كل ده حركات مفقوسه صراحه. لا على فكره انا مش كده خالص، انا صريحه وواضحه، لو بحبك هقول لك ان انا بحبك في وشك، اما لو انا كرهاك فتاكد ان انا هقول لك ان انا كرهاك برضه في وشك. افهم من كده ان احنا بقينا قريبين لبعض؟ طبعا اكيد احنا خلاص بقينا صحاب. لا انا ما بحبش كلمه صحاب دي واخوات، يعني كلام محدد، بقينا قريبين لبعض. ايوه هو في اقوى من الصداقه؟ لا في حاجات كتير يا ريكا انت بس مش عارفه. لا انا يعني بتكلم عن درجه القرب، اسمكم صحاب والاخوات دي انا ما بحبش الموضوع ده خالص. اللي انت عاوزه. ماشي، انا اللي انا عايزه فانا كده تمام. انت بتفكر في ايه؟ اقول لك الحقيقه ما تزعليش؟ انا عايز اسال سؤال كده بايخ ممكن يبوظ القعده. اسال اللي انت عايزه، انا متوقعه اي سؤال ممكن تساله عادي وهتقبله كمان. كنت عايز اعرف بس احنا بنتقابل عشان شغل ولا عشان كل مره بجيب لك حاجات حلوه بتاكلي وانت انا واقف بتاكلي كتير قوي، ولا عشان تحبي تشوفيني؟ طيب بس بما ان انا طفصه وبحب الاكل كتير فانا جعانه وعايزه اكل حاجه، وبليز بلاش اسال السؤال ده تاني. ها الموضوع انت جاي على طمع. ماشي بس انا كفايه عليا نظرات هنيكي فهمتني كل حاجه عشان الواحد بس يبقى مطمئن. ماشي تحبي تاكلي ايه بقى؟ اي حاجه. مساء الخير. مساء النور. تحت امرك. انا عايزه شاري. ايه ناويه تبيع البيت ولا ايه؟ لا هبيع الارض. ارض؟ اه كده الكلام بقى، عاوز فنجان قهوه. قهوتك هتتعمل لما تقولي هتعمل ايه. هي مساحتها قد ايه؟ ارض فريده. ملايين. امال انت فاكرني جايباك على فدان ولا اتنين؟ اوكي عايزه كام؟ اتفضل اقعد. احنا نفصل الارض ونشوف تمنها كام. ايوه بس اللي اعرفه ان الارض دي عليها مشاكل كتيره. مشاكل ايه؟ انت عارفه انا اقصد ايه. بقول لك ايه، الارض بتاعتي والورق سليم ومفيش اي مشاكل. لا الورق مش سليم بس هنعديها. احنا نشوف الارض والمشتري موجود. فلوسه حاضره على الترابيزه. امتى؟ اي وقت تحبيه. بكره. تحت امرك. على فكره انا بشربها ساده. ماشي اوكي على اذنك. محدش حطك في دماغه يا عبد الله ولا حتى ابوك. وبعدين بقى في المطحنه اللي احنا فيها دي اخرتها ايه؟ انا مش هسكت لحد ما الاقي الدنيا عدت بيا. وانت بعيد مالكش فيها. ابن زينب جه كل عقل الناس كلها. وانت بقيت عرف يا عبد الله. محدش فكر فيك. محدش فكر فيك يا روح ماما. ايه ده هو احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ ده الاستاذ صبحي بعتها ناديه. ناديه؟ خير ان شاء الله؟ لا هي كانت عايزه بس تسوي شويه حاجات بينكم، وانا قلت كل حاجه للاستاذه. يلا عن اذنكم. ايه؟ مش هتشرب القهوه؟ لا معلش مره ثانيه. سلام عليكم. بقول لك ايه؟ خلي بالك من عبد الله. رايحة مشوار ومش هتأخر. صبحي صبحي كنت عايزة منك ايه؟ ما انا قلت لك جوه. انا ممكن اكلم ناديا واعرف كل حاجة. طب على ايه؟ ما تسألي شاهد احسن. كنت عايزة منك ايه يا صبحي؟ هتبيع. هتبيع ايه؟ أرض خالي وبيته؟ أرض فريدة. بقى كده يا شهد؟ ملايين ملايين. وبعدين؟ ولا قبلين. أنا كل اللي عليا إن أنا أشوف لها مشتري وخلاص. ومين بقى المشتري ده؟ لسه معرفش. الحقيقة أنا لسه هقس عليه. بس أكيد يعني لما تعرف مين المشتري هتقول لي.
وهيتقابلوا فين وازاي مش كده؟ بس كده؟ من عينيا الاثنين. انت تؤمري يا هانم عن اذنك. ماشي يا شهد. ماشي. وبعدين يا فوزيه هيفضل حابس نفسه كده؟ ما عرفاش. ده حتى ما رضيش يتكلم معايا. انا قلقانه لا يجرى له حاجه. بعد الشر ربنا ينتجم منها. عشان تعرفي شايفه عامله في ابنها ايه؟ ربنا يستر. مروان فين؟ انا بكلمه تليفونه مقفول. اهلا يا زين. من ساعه ما رجع من بره لا عايز يشوف حد ولا يتكلم مع حد. بقول لك ايه؟ خشي له انت اكيد هيفتح لك. طب خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلوه يا ابني. مروان مروان افتح. انا زينب. مروان انت شايف ان اللي انت بتعمله ده يعني هيجيب نتيجه؟ ايه اللي انا عملته؟ قفل تليفونك وقفل على نفسك المكتب وقعد لوحدك. عاوز اخد ودي مع نفسي. تاخد وتدي مع نفسك برضو ولا قاعد عمال تشحن نفسك ضدها؟ عايزاني اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. اللي حصل ده امر طبيعي جدا. واحده وجوزها توفى وقررت انها تتجوز، ايه المشكله؟ وانت شايف ان ده عادي يعني؟ حتى لو مش عادي احنا هنخليه عادي وهنعديه ومش هنفكر فيه اصلا. زينب انت جايه من السفر تعبانه، اطلع ارتاحي. انا مش تعبانه من السفر يا مروان، انا تعبانه علشانك. انا زين، انا الحمد لله انا كويس. كلهم قلقانين عليك. ميت حد بيجلب على حد في البيت ده ولا حد عامل حساب لحد في البيت ده؟ مش حقيقي. انت مش متخيل هم قاعدين عاملين ازاي بره. اجديه برضو يا مروان. خلعت قلبي عليك يا حبيبي. ده انت حتى لما دخلت ما قلتليش كيفك يا عم. سيبيه هو اللي حصل ده شويه. انا عارفه على رايك يا نعيمه ده كتير وكتير قوي كمان. اللي عنده كلمه كويسه يقولها. انت تسكتي خالص، مش عايزه اسمع حسك. انت مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. معلش يا مروان اللي عملته جبريه ما تعملوش عيله صغيره. فضحتنا وجرستنا وخلت رقبتنا زي السمسمه في وسط اهل البلد. ماما تعالي شويه انا عايزاكي. وانا مش عايزاكي ولا عايزه اتكلم معاكي. امك بتتكلم صح. جبريه خلاص ما عادتش عامله حساب لحد خالص. جبريه ما اتجوزتش عشان هي عايزه تتجوز ولا عشان هي ست وحيده ومحتاجه راجل في حياتها ولا حتى عشان لها شقه في الجواز. دي اتجوزت عشان تقول انها لما خرجت من البيت هدمته على اللي فيه. قلبي معاك يا حبيبي، بس انا عارفه ان هي امك وجواك. انا عارفه ان انت مش قادر تستوعب ولا تصدق اللي عملته جبريه، بس نعمل ايه؟ امك انا عارفه ان انت مش قادر تخرجها من جواك. جبريه لازم حاجه تلمها وتهدها، ومفيش حاجة هتهد جبرية إلا الموت. سيديك فين؟ سيدي مين؟ محرم! محرم! إيه ده؟ أنت اتجننت؟ أنت لسه ما شفتش كده إلا حاجة ربنا! إيه ده عشان نعرف نتكلم؟ مفيش كلام بينا! أنتوا بتعملوا ده غلط! ليه؟ أنت مش ظلمي! هملو لكش صالح بيه. أنا قدامك أهو. دمك حامي قوي. هملت مرتك اللي لسه والدة وجاي عشان تغسل عرق. يا أخي غريبة يا أخي، شفناش يعني الدم الحامي ده لما كريمة طردتني من البيت. حطيت راسنا كلنا في الطين. تعالي. خبر إيه؟ تجنيت. أيوة جنيت. تعالي. مين إداك حق انك تعمل كده؟ اللي اداني الحق ان انا ولدك. انا ماليش غير واد واحد والتاني مات واتدفن خلاص. اطلع بره. اطلع بره يا مروان. بره. هذا
كنت عارف ان نهايتي هتبقى الليله موت بحق وحقيقي، كنت تاخدي فيها العذاب جد مش اي كلام، وتفتحي قبري وتحطيني فيه. عارفه ليش اتشاري لحد هنا ليه؟ وكان عندي استعداد اقتلك واقتله عشان لسه ما كنتش مصدق اللي انت بتعمليه. لسه عقلي كان بيقول لي امك جبريه كل اللي بيحصل ده ليه اخر، عشان لسه ما كنتش مصدق ان انت كنت عاوزه تكسريني، عشان لسه ما كنتش مصدق ان انت قتلتي عم عبد الله. سيدك فين؟ سيدي مين؟ محرم! محرم! ايه ده؟ انت اتجننت؟ لسه ما شفتش الجنان لحد ربنا! ايه ده عشان نعرف نتكلم؟ مفيش كلام بينا! انت بتعملوا ده غلط! ليه؟ انت تشوف امي! همله. لكش صالح بيه. انا قدامك اهو. دمك حامي قوي. هملت مرتك اللي لسه والده. وجاي عشان تغسل عرق يا اخي. غريبه يا اخي، شفناش يعني الدم الحامي ده لما كريمه طردتني من البيت. حطيت راسنا كلنا في الطين. تعالي. خبر ايه؟ تجنيت. ايوه جنيت. تعالي. مين اداك حق انك تعمل كده؟ اللي اداني الحق ان انا ولدك. انا ماليش غير واد واحد والتاني مات واتدفن خلاص. انت برا، اطلع بره يا مروان، بره! هذا أنا كنت عارف إن نهايتي هتبقى الليلة موت بحق وحقيقي، كنت تاخدي فيها العذاب جد مش أي كلام، وتفتحي قبري وتحطيني فيه. عارفة ليش اتشاري لحد هنا ليه؟ وكان عندي استعداد اقتلك واقتله عشان لسه ما كنتش مصدق اللي انت بتعمليه. لسه عقلي كان بيقول لي امك جبريه كل اللي بيحصل ده ليه اخر، عشان لسه ما كنتش مصدق ان انت كنت عاوزه تكسريني، عشان لسه ما كنتش مصدق ان انت قتلتي عم عبد الله، عشان لسه ما كنتش مصدق اللي بتقوله كريمه. انا هطلع ما تقلقش، انت مش حد هنا عاتب علي ولا اقول له اللي انت بتعمله وبتعمله لي. كنت بتربينا انا وحسن عشان نبقى رجاله، البلد كلها تحكي وتتحاكى عننا. كنت بتقول ان جبريه جابت رجاله تحمل اسم عبد الحكيم. كنت بتقولي ان البيت الكبير لازم له كبير، ومهما كان ومهما حصل لو راح عبد الحكيم في اللي يشيل اسمه. صح ولا انا غلطان؟ بعد السنين دي كلها والعمر ده كله انا خلاص قربنا نصدق، لقينا كل اللي بيتقال ده وهم. انت قتلتيني من زمان والطلقه دخلت في قلبي، قلبي ما عادش فيه نبض ولا دم يجري فيه، ما عادش يخاف على حد ولا يعاتب على حد غير واحد بس، هو ولدي. مش هتقدري تقربي منه ولا تمسي شعره. اللي بيني وبينك دار مش هيخلص الا بالدم. ولدي اللي مات في بطن امه لسه روحه في رقبتي وصورته مش قادر اتفارق خيالي. كل انت حرمتيني ان اشيله مش قادر انساه. روح يا مروان، ما عايزاش اشوفك تاني ابدا. بس قبل ما تمشي حبيبي اسمع مني كلمتين. أنا صح ربيتك أنت وأخوك عشان تبقوا رجالة وتشيلوا اسم العيلة،
مش عشان في الآخر كريمة هي اللي تتحكم وتقول أيوة ولا. اوعى تصدق إن أنا اللي قتلت فريدة وقتلت ولدك، زي ما أنا عمري ما حصدق إن أنت اللي خطفت والد أخوك. بس فكر شوية، مين ليه مصلحة يا مروان البيت الكبير يتطربق على راسنا؟ مين له مصلحة يفرقنا عن بعض؟ وبعد ما تفكر زين حبيبي، لو لسه عايز يبقى فيه بيني وبينك طار ودم، حاضر. انت عارفني قلبي أشد من الحجر الصوار. بس خلي بالك يا مروان، لو النار اتولعت بيني وبينك هتحرق كل أحبابنا، وأول ناس هيتحرقوا بيها أنا وإنت. عملت ايه يا مروان؟ قتلتها؟ امك جابت لنا العار وسخت اسم العيله، ما بتعملش حساب لاي حاجه ولا لاي حد. دي ما بتعملش حساب لسنها. ما بتردش عليا ليه؟ قابلتها؟ معلش جبرية عينيها بكحة وقلبها جاحد وما بيهمهاش أي حاجة. قولي لي يا أم كريمة. يا عيون أم كريمة، كنت فين يوم ما اتقتلت فريدة؟ تاني يا مروان، تاني يا ابني، كنت هنا في العزا. واسأل كل اللي في البيت. عندك حق، شك فينا كلنا. أنا لو مطرحك أشك حتى في صوابع إيديا. ما قلبي جاي بنار، عايز أولع في الدنيا كلها. اهدى اهدى يا مروان، أنا عايز أحكي لك حكاية صغيرة قوي، وبعديها فكر وقرر انت عايز ايه وهتعمل ايه. فاكر لما انا وعمك عبد الله نزلنا مصر؟ لما نزلنا ما لقاش حد يقف معايا ولا جنبه ولا كان لاقي شغل. ساعتها انا ما جيتش هنا ولا قلت لكم لينا ايه ولا حسابنا كام. والسنين خدتنا وانا جبت بيت ورا التانيه ورا التالته، وربنا فتحها علينا من وسع، وأنا قلت الحمد لله ربنا كريم. فاكر بعديها حصل إيه يا مروان؟ أنا مش فاكر أي حاجة. أنا فكرك. عمك عبد الله اتنصب عليه واتدين وما بقاش حالتنا حاجة خالص. قلت له يا عبد الله روح لأخوك يقف جنبك ويساعدك، وجي هنا فعلا مد إيديه ليكوا. لا أنت ولا ابوك وقفتوا جنبه. عارف ليه؟ ليه؟ كبرية. كبرية كانت بتزن في ودان ابوك وتقاسيه هي وفوزية. كبرية هي السبب. اقسم بالله العلي العظيم، كبرية هي اللي موتت عمك واللي موت مرة يموت التانية يا مروان. كبرية قتلت عبد الله
مش عشان بتكرهه وبتكرهني، لا، عشان الأرض والفلوس. كبرية ما كانتش عايزة قرش واحد يطلع بره البيت ده، عشان كله يبقى ليها وبس. عندك حق. جبرية مليت قلبك بالشك من ناحيتي، عارف ليه؟ عشان عايزك تبقى لوحدك، مش عايز حد يبقى جنبك. بس أنا ما بيهمنيش منها، أنا معاك وفي ظهرك. أنا ماليش غيرك يا مروان، وافتكر أنت كمان مالكش غيري. ربنا يخليك ليا ولزينب ويعزك. أنا جوزتك زينب برضايا، وحسن اتجوز رتال، يعني أنا بين إيديك انتوا الاتنين. عارف أمك خلت حسن يعمل إيه؟ يطلق رتال. ممكن تقولي هي فكرت مرة واحدة تسأل على عبد الله الصغير أو تبص عليه؟ هي جوزت محرم عشان تغيظك وتكسرك وتجيب لك الغار. محدش هيقدر يكسرني، محدش. أنا عارفة يا حبيبي، بس خلي بالك البلد دي كلامها كتير بيلتوا ويعجنوا وبعدين يرجعوا ينسوا أي حاجة حصلت. أنت كبير بمالك وبمكانتك وباسمك وباسم أبوك، واللي يقول لك حاجة ما تعجبكش ادفنه مطرحه. رايح فين؟ طالع نام. صدقي بالله صدقتك، وكان نفسي اسقفلك. انا لو منه اجيب لك راس جبريه دي على طبق فضه. انما ما قلتليش يعني يا ست كريمه، هو انت كنت فين ساعه ما اتقتلت فريده؟ كنت عند امك. اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ لا، بس انتي ايه؟ خدتي ولففتي وطلعتي ونزلتي وجبتي ووديتي، وما قلتيش انتي كنتي فين يا كريمه يومها ولا مع مين؟ ودانك عايزه تنضف، ما عرفتيش تصنطي كويس لان انا قلت له كنت فين. الدور والباقي عليكي يا هشكه. انتي كنت فين لما جوزك مات؟ ما جيتيش ليه يا حبيبتي تاخدي فيه العزا؟ ده العادي جالي خبر ومتاخر. بقولك ايه، بلاش تلعبي معايا اللعبه اللي بتلعبيها دي. لحسن اقسم بالله انا اللي هجيب خبرك. بقولك ايه يا كريم، بيني وبينك كده وسرك في بير، مين اللي قتل فريده وابنها؟ اتعد لي يا بنت لحسن، انا اللي هعدلك. يمي تخرب بيتك يا هشكه، انا كنت ناقصاها البلوه دي؟ لا بس كده كتير، ده احنا حلوينا قوي طول عمري، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. اخبارك ايه يا ناديه؟ أنا اللي جاية عشان أعرف أخبارك أنت إيه؟ أنا حسيت في التليفون إن أنت زي ما أكون زعلانة كده أو متضايقة. بس أنا يعني قاعدة مستنية منك مكالمة تقولي لي خلاص يا نادية اللي أنت عاوزاه حصل، ورثك من أبوكي بيجي جاهز وتحت أمرك تتصرفي فيه زي ما أنت عاوزة. والله يا نادية أنا مش عارفة أقول لك إيه. لا قولي قولي، أنا سامعاك. أصل الحكاية يعني زي ما أنت فاكرة يا نادية سهلة، يعني أنت في نظر الحكومة ميتة دلوقتي. أيوة ميتة. وبعدين؟ أنا أسفة يعني مش قصدي. أيوة وبعدين يعني؟
يعني عشان انتي ميتة ما اقدرش اقولك تعالي يا نادية خدي ورثك ازاي يعني؟ هو انا بقولك امشي بيا في وسط الناس وقولي نادية عايشة؟ في ايه يا نادية؟ في انك فاكرة اني غبية ولا مش فاهمة حاجة؟ ما تتكلمي عدل. انا اتكلم بطريقة اللي تعجبني. ما انتي لو ما احترمتيش نفسك واتكلمتي كويس انا هاخد شنطتي وامشي. مشكلتك انك فاكرة اني خايفة. مني يعني الحكومة معتبراني ميتة. وهقول لك خلاص يا شه اعمل اللي انت شايفاه اتصرفي زي ما انت عاوزه. يعني مش همك؟ لا مش هممني. انا عارفه ومتاكده انك عندك 100 حيله ومليون طريقه تجيبي لي بيها ورثي لحد عندي. يا شه احنا خلاص بيجينا مكشوفين على بعض. وعشان احنا مكشوفين على بعض يا ناديه فانا بقول لك مش وقته. هو ايه ده اللي مش وقته؟ مش وقته حكايه ورثك وفلوسك دي. ليه؟ من غير ليه؟ طب ما تقولي لي بتفكري في ايه؟ يمكن لما اعرف اقول لك بركه يا جامع اعمل اللي انت عاوزاه يا روح ناديه. مش محتاجه موافقتك يا ناديه. تبقي عايزه الدنيا تولع نار. انا عارفه ان انت مش هتعملي حاجه لما تعرفي انا بخطط لايه. لان انت كل اللي يهمك في الحكايه دي كلها ان انت تخلصي من مروان. وهو ده اللي انا بعمله دلوقتي. عايزه تقولي لي انك انت هتهدي جوز اختك؟ ده عدوي، ده ابني اللي قتلت ابويا. واذا كانت زينب نسيت فانا ما نسيتش. صح يا شه؟ صح يا نادية. وأنا مش هرتاح ولا يهدالي بال إلا لما أشوف مروان ده سايح في دمه. عن إذنك. حسن راح فين يا حبيبي؟ طالع يا ماما. طب تعال تعال أنا عايزك الأول. تعال أمال روج أمال روج يا حسن. تعال يا حسن. اقعد. عاجبك اللي حصل امبارح ده؟ عادي. انا كنت عارف ان مروان هيعمل اكتر من كده. بس انا بقى مش عاجبني. هو بيتصرف بالطريقه اللي تريحه. مش مستني انها تعجبك او تعجب غيرك. انت عارف انه كان جاي يقتل الست الوالده؟ عرفت. معنى كده ان مروان ما عندوش مشكله يموت اي حد عشان يوصل للي هو عايزه وبس. كلنا كده. محدش فينا عنده مشكلة في الحكاية دي. ولا ايه يا أم؟ صح طبعا. وعشان كده البلد كلها لازما تبقى تحت يدكم. وكل الناس تعرف إن بيت العمدة اللي فيه حسن وجبرية هو البيت الكبير. بيت ولاد الأصول الأكابر. أنا موافق على الكلام اللي بتقوله الست. وبعدين؟ كل اللي أمرت بيه جاهز يا باشا. أنا مش فاهم حاجة. هتفهم. بس اسمع الأول الكلام. تعال معي. اسمعي يا حسن. بابا هيشتري الأرض وهو اللي هيدفع فلوسها. لازم البلد دي كلها باللي عليها يبقى ملكك أنت. ساعتها الناس كلها هيبقوا عبيد تحت ايدك. مش هنسيب حد لا كبير ولا صغير. واللي مش هيوافق في مليون الف سبب هيخليه يوافق. وساعتها يجوا يقولوا حقي برقبت. انت سمعت انا قلت ايه؟ بس انا مش عايز ابيع. مش مهم تبقى عايز تبيع، المهم حسن باشا يبقى عايز يشتري. واني مش هبيع. هو بالعافيه ايه جولك؟ ولو انت فاكرني ان انا خايف منك انت وشويه الغجر اللي حواليك دول تبقى غلطان. واعلى مفخلك اركبه. هي مش ناقصه غير الغجر كمان، هي ناقصك عاد جدكم البلد. ماشي. انت شايف اعمل ايه؟ ما عندناش مشكله نشتغل مع اللي فدنا. يعني اقول له ايه؟ هاتي اخره. هكلمه. كلميه يا حبيبتي. على مهلك على مهلك. كنت بحسبك مش هتوافق. عايز اسالك سؤال وتجاوب عليا اجابه صريحه وسريعه. اسال. انت شايفه ان ناديه تنفع؟ سكت ليه؟ كنت فاكرك اشجع من كده بكتير. انت عارف الاجابه. فعلا انا عارف الاجابه. بص يا ريم، احنا محتاجين واحده زيك، واحده في دماغك بتفهم بسرعه وبتعرف تترجم كل اللي احنا عايزينه، واحده عارفه الشغل من اوله ومن اخره. خد بالك احنا عندنا ازمه كبيره قوي من بعد ما مهدي مات. وانت الحل. امال انت ليه رحت لها الاول؟
اصل احنا ناس بنفهم في الاصول، مراته وهي الوريثه الوحيده ليه، تحت ايديها كل حاجه. ما ينفعش في يوم وليله انت ولا اخوكي تبقوا تحت ايديكوا كل حاجه، ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد ان انا عايزك تجهزي نفسك، انا عايزك انت اللي تقعدي على الكرسي بتاعنا دي. محرم؟ حبيبك واخوكي يتمنى لك الخير كله. وبعدين انا عايزك انت. اشمعنى انا يعني؟ في شويه ترتيب كده في دماغي، لو حصل هيبقى كل حاجه حلوه. اوكي، ايه هو؟ بتقولي عليه؟ هقول لك، مش عايز اخبي عليكي حاجه. أنا بفكر إن أنا أنقل كل حياتي في مصر وأعمل شركة واحدة أنا وأنتي. ومين قال لك بقى إن أنا هوافق إن أنا أشاركك؟ أنا خاف منك على فكرة. من ناحية هتوافقي هتوافقي. من ناحية تخافي مني دي حاجة حلوة، الخوف ده حاجة حلوة أوي. وبعدين عايز أطمنك على الآخر، أنا طيب أوي. لا بس ما تقولش طيب، أحسن كده بجد هخاف منك. سيدي الأيام تثبت لك. هنروح من بعض فين؟ الحقوني يا ناس! الحقوني يا ناس! الحقوني يا ناس! الدنيا بلد! الحقوني يا ناس! الدنيا بلد! الحقوني يا ناس! الحقوني يا ناس! الحقوني! منك لله يا ظالم! منك لله! الحقوني يا ناس! الحقوني يا ناس! البنت حرام! البنت حرام! انت يا زفت تتشين، ايه اللي جايبك لغايه هنا؟ عايزه فلوس. يا سلام، مش قادره تستني للصبح. البيت ما فيهوش ولا لقمه، انا جوعانه هموت من الجوع. كنت تصرفي يا اختي لغايه لما اجي. ما انت عوقتي عليا، وبعدين سايباني في البيت كده لوحدي رمياني ومش سائله فيا. عيله صغير، يلا خوري من هنا وما تجيش هنا تاني. مين دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بيطلعوا امتى؟ انت مين يا اختي؟ وريني وشك كده، مين دي؟ متشكره، ربنا يخليكي لنا يا ست كريمه، شكرا. بالسلامه. انت مالك ومالها؟ عايزه منها ايه؟ مين دي اللي جايلك في انصاص الليالي؟ واحده غلبانه بعطف عليها، فيها حاجه دي؟ وهي اللي بتعطفي عليها دي لازم تعطفي عليها في انصاص الليالي، ما ينفعش تعطفي عليها بالنهار. الحسنه مالهاش وقت يا هشكه. وبعدين بقول لك ايه؟ اطلعي من دماغي، انا بقول لك اهو. بقول لك انت ايه؟ انا لا هنام ولا هدالي بال ولا هيطلع عليا نهار الا ما اعرف مين الوليه اللي كنت واقفه تودودي معاها دي، ولازم اعرف كمان انت مخبيه علينا ايه وبتعملي ايه من ورانا. طب بصي يا هشك بقى، أول ما تعرفي مين الولية دي وتعرفي أنا مخبية عليكوا إيه، يا ريت تبقي تيجي تقولي لي. تصبح على خير يا حبيبتي. باي نعناع، مع السلامة. تكدهي حرباية. خير، عايزة إيه؟ عايزاك يا حسن. ايه هتفضل واقف كده؟ هتقعد. عايزاني في ايه يا ريتال؟ عايزاك انت يا حسن. عايزه ابقى معاك. فاكر لما قلت لك ان انا وانت زي بعض يا حسن؟ كل واحد فينا عايزه اللي عايزه التاني. ما تلفيش وتدور يا ريتال. ابنك. اسمع بس اللي انا هقوله، وبعدين فكر قبل ما تتكلم. انا وانت بنغلط في حق عبد الله. مش انت لوحدك بس اللي بتغلط، انا كمان بغلط اكتر منك. كان لازم افكر في ابني قبل ما افكر في نفسي. كان لازم افكر ان ابني لازم يتربى مع ابوه ويعيش وياكل من خيره. بس اللي حصل بقى ان انا الغيره حركتني. وامك كانت هي السبب. مش عايز اسمع اسمي. امك حطتني انا ومفيده قدام بعض، خلت راسها براسي، حسستني ان انت مش عايزني ومش فارق معاك غير نفسك وبس. ما تزعلش مني يا حسن، امك مش سهله، كانت عارفه ان انا بعبطي هخسرك وعملت اللي هي عايزاه. مفيده واتطلقت، وانا وانت وسيبنا بعض، بقيت انت تحت ايديها تحركك زي ما هي عايزه. في الاخر رحت اتجوزت لابنها، وده اللي هي كانت عايزاه، حتى لو انت اللي جريت وراها. كيف يعني؟ امك كانت عايزاك تتجوز لبنى علشان تعرف تلجمك، عشان لما تلاقيها متجوزه محرم تقف وما تبقاش عارف تعمل اي حاجه. للاسف هي دي جبريه اللي انت مش عارفها. كلامك صح،
بس مش هو ده اللي انت عايزاه ريتال. عشان احنا زي بعض وانا فاهمك زين قوي، فانا عارف ان ورا كل اللي انت بتقوليه ده حاجه تانية انت عايزاها ومرتبه لها، لانك لا بتحبي حسن ولا عايزاه ولا يفرق معاكي اصلا. يفرق معايا يا ابني؟ ايوه يا حسن، لما يكبر هيروح فين؟ مش هيبقى ليه مكان يروح. هو انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انا من البيت الكبير لبيت عبد السلام لبيت جبريه، انا وابنك ملناش مكان نروح فيه. وفي الاخر بقى اللي انت مش واخد بالك منه والد مروان، هو ده اللي جابك لحد هنا. انت مش فارق معاك حد ولا حتى زينب. انت كل اللي يفرق معاك انت فين من اللي بيحصل. فجأة لقيتي نفسك في النص زي اللي رجس على السلم مش طايله حاجه، فقعدتي مع نفسك وقلتي اروح لحسن عشان سهل، وحتى لو مش سهل ولده معاكي واللي انت هتقوليه هيحصل، خصوصا يعني ان ولده عبد الحكيم تايه وقلبه مش هيتحمل ان ولده التاني يبقى متمرمط. صح ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان، كلامك صح وانا كنت بفكر كده فعلا، بس ده مش معناه ان انا غلطانه يا حسن. ريتال، عبد الله ولدي وانت امه، وبيت عبد السلام يبقى بيت خالك، عبد الله يقعد في اي مكان، وانت لو ما قادراش عليه ولا ظهرت لك سكه عايزه تمشي فيها هاتيه. اديهولك يعيش فين يا حسن؟ يعيش مع لبنى؟ عايز مرات ابوه هي اللي تربيه؟ مرات ابوه اللي مش طايق اي حد من العيله دي؟ ولدي هيبقى معايا مطرح ما اكون. هو انت فاكر ان لبنى هتقبل انه يدخل بيتها؟ وحتى لو وافقت في النهايه هيبقى ابن ريتال، يعني مش هتقدر تحميه ولا تخلي بالك منه. مش هتسيب بقى حالك وشغلك ومالك وتقعد تراقب الواد وتربيه. من الاخر يا حسن، محدش هيحب ابننا غير انا وانت بس. انت عايزه ترجعي لي يا ريتال؟ عايزه ارجع لك طبعا. المفروض انا ابقى مبسوط فرحان واقول موافق على الاجل عشان خاطر الوقت. فكر فيها. مش هفكر. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان ريتال ما بتعملش حاجه كده. ريتال دماغها شغاله على طول ما بتنامش. لما تقولي لي ايه اللي في مخك من الاخر هقول لك حاضر وامين، لما الشويتين دول تروح تعمليهم على حد تاني. وعبد الله ولدي اخده في اي وقت، انا بس سايبه عشان انت امه، وهو محتاج لك دلوقتي اكتر من اي حاجه تانيه، لكن انا مش ناسيه وبعمل اللي انا شايفه في صالحه. يا بنت انت لسه بتفكري؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه بس؟ انت خايفه من ايه ولا قلقانه من ايه؟ اسمعي اللي بقول لك عليه، خالتك نعيمه مش هتقول لا. هي بس تقول اه وانا من ايدك دي لايدك دي. قولي والله. بس هو احنا مش هنخلص بقى من الحكايه المنيله دي؟ إيه ما الحكايه في ايدك يا ست نعيمه؟ انت عايزني اديك البت عشان تبهدلها معاك؟ ابهدل مين؟ دي في عيني. وانا اضمن منين بقى ان شاء الله؟ انا كل ملكك، اموريني. وانت حيلتك حاجه؟ ده كان زمان، كان زمان، انما دلوقتي في ايه؟ في ان شاء الله، في بيت مروان هتتجوزها وتقعدها هنا عشان فوزيه تصحى الصبح تقطع رقبتها وتعلقها لي على الباب. لا، ما انا عندي بيت بتاعي باسمي ملكي، لو عايزه اكتبه باسمها. هو انت عندك بيت؟ بيت ايه ده اللي عندك؟ ايوه. طب خلاص ابعت لي الحجه بتاعت البيت لما ابقى اشوفها. لما ايه؟ ايه معايا؟ حاكم انا الورق المهم، بحب اشيله جنب قلبي عشان ابقى ضامن. اتفضلي يا ست الكل. أو النبي ده طلع بصحيح، غلبتني يا محروس. خلاص ماشي، أنا موافقة تتجوزها وتكتب لها البيت ده باسمها وهو يبقى شبكتها. خلاص، يبقى نكتب البيت باسمها وبعد كده نكتب الكتاب. قلتي إيه يا ستة؟ ماشي، غلبتني يا محروس. مبروك يا بت. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك عليك، مع إنها الصراحة يعني تستاهل أحسن من كده بكتير. ما افتكرش.
ادخل. الحقيقة يا ستي محروس خرج هو ونايمة وسامية. يعني كده؟ وكمان قال لها ان هو يكتب لها البيت شبكة باسمها. يا نهار ابوها مجندل. يعني هما رايحين المأذون دلوقتي؟ اه هو ده اللي انا سمعته. ده انا لو ما هشرك قلبي كان طمر فيه. اه يا والدي الخسيس يا واطي. عند المأذون؟ ده انا هوديه عند الحنوتي. اه يا محروس الكلب. اما وريتك. كله بالرضا والتراضي. اللي تؤمر بيه سعادة الباشا. لا أنا ما بحبش آخد حق حد، لو مش عايز قول. لا عايز عايز، فلاحة إيه وأرض إيه؟ خلاص كفاية، أنا ما عدتش قادر عليه. طب لو السعر مش عاجبك؟ لا عاجبني أي حاجة منك يا سعادة الباشا كويس، بس البيت اتحرق وما عملتش حاجة عشان أبني تاني. عشان كده هنزودوك شويتين. مبروك عليك. السلام عليكم. بالسلامة انت. بالإذن. يعني فين؟ عندي مشوار لازم أعمله. عشان كل حاجة تبقى ماشية صح وعلى مزاجي. كله بالرضا والتراضي. اللي تؤمر بيه سعادة الباشا. لا أنا ما بحبش آخد حق حد، لو مش عايز قول. لا عايز عايز، فلاحة إيه وأرض إيه؟ خلاص كفاية، أنا ما عدتش قادر عليه. طب لو السعر مش عاجبك؟ لا عاجبني أي حاجة منك يا سعادة الباشا كويس، بس البيت اتحرق وما عملتش حاجة عشان أبني تاني. عشان كده هنزودوك شويتين. مبروك عليك. السلام عليكم. بالسلامة انت. بالإذن. يعني فين؟ عندي مشوار لازم أعمله. عشان كل حاجة تبقى ماشية صح وعلى مزاجي. ادخل. الحقيقة يا ستي محروس خرج هو ونايمة وسامية. يعني كده؟ وكمان قال لها ان هو يكتب لها البيت شبكة باسمها. يا نهار ابوها مجندل. يعني هما رايحين المأذون دلوقتي؟ اه هو ده اللي انا سمعته. ده انا لو ما هشرك قلبي كان طمر فيه. اه يا والدي الخسيس يا واطي. عند المأذون؟ ده انا هوديه عند الحنوتي. اه يا محروس الكلب. اما وريتك. وانت يا اخويا بقى ان شاء الله هتلاقي الشهود دول فين؟ لا ما انا بعت اجيبهم، هو في اكتر منهم في البلد دي. بقول لك ايه، عايزك تاخد البت سمسمه البطايه دي كده اهو تحطها في عينيه. في عينيا بس دي؟ في عينيا وفي قلبي. هو انا هيبقى ورايا شغلانه غيرها؟ ده انا ما صدقت. انا صدقت ايه؟ على فين يا سبع البرومبه؟ انت ايه يا وليه اللي نزلك من البيت؟ وازاي تنزلي من غير ما تاخدي اذني؟ اذنك؟ اذنك ده يا اخويا؟ تكونش فاكر نفسك راجل صح؟ ده انا هفرج عليك والبلد كلها. اقسم بجلال الله لو صوتك ده اترفع لا ينزل كف ايدي على صداغك ينورها. انا بقولك اهو. يا نهار اكحل، عايز تضربني يا محروس؟ والله نفسي، بقالي كام يوم كده ايدي بتاكلني، بس نفسي مش مطوعاني. جنيه؟ طب طلقني. انت طلقت روحك بره جسمك يا شيخه. انت ايه، مش عارف اشكمك ولا ايه؟ جنيه يا نعيمه؟ عايزه تجوزي جوزي لشوال البطاطا بتاعك ده؟ ياه مالك يا اختي، العيال عشقانين بعض بيموتوا في بعض، اعمل انا ايه يعني؟ موتة تاخدهم هما الاثنين يا رب في يوم واحد. ليه كده؟ عملت لك ايه يعني؟ اه واللي عملتيه فيا يعني هو اللي كان حلو سكر وعسل؟ عملت لك ايه؟ صدق بالله كريمة عندها حق، انت مرة عقربة. عقربة لما تلوشك يا بعيدة. وبعدين مالك يا اختي عاملة كده ليه؟ جاية تنكدي علينا فرحتنا كده ليه؟ ما تتهدي شوية. اتهد؟ ده انا هفرج عليكم امة لا اله الا الله. ايه يا وليه في ايه؟ انا
أنا ساكتة 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 ومش عايزة أتكلم، مش طايقك ومش عايزك، أنا لو منك أسيبه. ساكتة 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 والنعمة أبروك عليكي أفطسك، إهجولك عاد. أوعي يا ولية. آه. إيه؟ آه. إيه يا ولية يا مالك؟ يا ولية أنت اتجننتي ولا إيه؟ إهجولي يا فك. إيه اللي حصل؟ آه. بولد بتتكلمي بجد؟ بولد يا محروس عايز تتجوز عليا وانت الفردوس. الحجوري الحجوري يا خلك ودوني المستشفى. مش هتقدر، هات عندي البيت. انت يا ولد يا حاجة. لا ما تقدرش تروحي المستشفى. انت عايز تتجوز عليا يا محروس يا ولدي. يا ولاد انت بس وبعدين نتكلم. اولاد طب ما ولدهاش. هو بمزاجي. قومي 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 ما ولدهاش. يلا يا حاجة. مية سخنة بسرعة، مية سخنة. مية سخنة ليه يا اخويا؟ هيسلقوك فيها ولا ايه؟ احنا مش هنروح للمأذون ولا ايه؟ مأذون ايه يا بقرة؟ الست بتولد. لا 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 لا، انت هتخوفني كده منك، انت خايف عليها ولا ايه؟ انا مش خايف عليها، انا خايف على اللي في بطنها. طب بص بقى، لو ما روحناش للمأذون دلوقتي مفيش جواز. فاست ولا لسه؟ يا اختي كهن والمحن ده، المية سخنة حلوة بتولد، خلاص محدش ولد غيرك؟ يلا يا موكوسة مالكيش في الطيب نصيب، يلا إن شاء الله تموت. يا ابن المشروع يا اللي اصبر يا جدع. أنا بقيت أب، أنا خلفت. يا إخواتي يا إخواتي يا أهل الدار يا مروان. الحمد لله على السلام. مش كنت تكلميني؟ كنت جيت وقفت معاكي ولا حاجه؟ الله يسلمك يا اختي. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. ويا ترى بقى البيبي ده جبتوه ولد ولا بنت؟ ولد. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. لا وايه كيف القمر؟ وشه منور ومدور وسميناه بدر. الله اكبر الله اكبر. احنا لازم نذبح له عجل. لا عجل ايه؟ قول اتنين تلاتة. هو اللي جه ده شوية، ده سيد الرجال يا مروان. ده كفاية ان هو ابني وابني فوزية. لازم كل بيت في البلد دي يدخل الظافر. ايوه امال ايه؟ طبعا فتة ولحمة ورز عشان ما ينسوش اليوم ده ابدا، اليوم اللي جه فيه واد فوزية. طبعا، واللي كمان ايه؟ اي واحد اي واحد ليه اي حاجة في البلد دي ان شاء الله بعون الله مقضية باذن الله، ولا ايه يا فوز؟ ايوه طبعا امال ايه؟ مبروك يا ست الستات. مالك خلفتي ايه بقى؟ الله يبارك فيكي. جبت واد واد. ايه يا جدعان؟ ما حدش هيسمعنا زغروطة. العب 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 حلقاتك برجالاتك حلقة زغرات يا فوزية. هو أنا كنت ناقصة يا ربي؟ هو أنا كنت ناقصة وواد وبدر وبدر؟ إيه يا ست الكل؟ كنا ناقصين البلاوي اللي بتتحدث علينا دي. أنا عارفة يا بنتي. كله من زينب. كان زماننا ماسكين الدنيا كلها بايدينا دلوقتي. بس معرفش بقى حكايه الضمير اللي سحلي فجاه ده. بقول لك ايه يا كريمه؟ لازم تفهميها وتعدليها. اقسم بالله لو ما اتعدلت لكم مموتها لها ابنها. ايه ايه انت اتجننتي؟ اتجننتي يا بت؟ اوعي حتى تفكري كده، اوعي يحسك عينك. رتال انا عارفاكي، انسي حكايه الموت دي خالص عشان خاطري. ربنا يسهل. تعالي تعالي على مهلك على مهلك يا ست الكل، على اقل من مهلك يا ابوي. على مهلك على مهلك. اقعدي اقعدي. على مهلك. كنت عايز تتجوز عليا يا محروس؟ يا بنت يا بنت انت صدقتي؟ انا كنت بعمل بس الشويتين دول، يعني عايزك تيجي تجري عليا وتقولي لي اوعى تعمل فيا كده يا محروس، يعني الاهل بالحب وسخن المسائل. هات امك. هو انت بتحب امي للدرجه دي محروس؟ ما عايزاش اسمع منك كلمه تانية. اسمع انت الكلمتين اللي انا هقول لك عليهم دول وافهمهم زين وحطهم في راسك واقفل عليهم بالضبه والمفتاح. قولي يا روح قلب محروس.
وأيمانات المسلمين. لو لعبت بديلك تاني ولا وسخت ورحمة الغاليين البيت ده مش هتعتبه تاني، وولدك مش هتشوفه مرة تانية. آه طب امسكي كده الواد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انت بقى يا روح امك عشان تبقي فاهمه وعارفه واخده بالك من كل حاجه. عشان انت الظاهر كده والله اعلم خلاص بقيتي نايمه على ودانك. نعيمه خلاص مش هتسكت، عرفت ان الحب والطيبه ملهمش اي لازمه، فقررت ان هي تقلب الترابيزه على البيت باللي فيه. وكريمه مروان في جيبها، تطلع وقت ما هي عايزه وتدخل وقت ما هي عايزه. وسي حسن بقى بقى مع الكبير، العمده الكبير قوي، العلاقات بيجري في سباق، عايز البلد كلها تبقى تحت ايده. احنا فين بقى من كل ده؟ وايه دخل كل كلامك ده بجوزك من ساميه؟ ما انا كان لازم افوقك ولا ايه؟ وخدي بالك، اوعي تفتكري ان مروان سايبك تتحكمي في الفلوس وتتصرفي فيها كده بمزاجك وساكت. لا، ده بيلعب لعبة تقيل قوي، انا الوحيد اللي فاهمه. واسمعي يا بنت الناس، انت لازم تستفيدي. اي حاجة تقع ايدك عليها خديها، مش عشاني ولا عشانك، بس عشان خاطر المسكين ده. واوعي تفتكري ان زينب صحيح هتعيش بدقة ولقمة ناشفة، لا، دي شوية حركات كده بس بتعملهم. بتلعب لعب على كبير، ما هو ده اللي هيخلي مروان يجي يترمي في حجرها. وانت فكرك يعني ان كريمة هتوافق ولا هتسكت؟ ابدا. وحطي في اعتبارك ان ريتال مع عيل من حسن، وحسن هياخد حقه، هياخد حقه مهما طال الزمن. انت فين بقى من كل ده يا حبيبة قلبي؟ وعشان تبقي فاهمة وعارفة، الدليل ابن نعيمة. ابن نعيمة فين؟ بعتته اسكندرية عند حبايبها. هياخد حاجة؟ أبدا. حد فيهم قال لها هاتي الواد يعيش معانا اهو ابننا في البيت؟ أبدا. حد فيهم قال لها تعالي حتى لو احنا مش حابينك، انت ليكي ايه ولا عليكي ايه؟ أبدا. كل واحد في البيت ده بيجري ورا مصلحته يفوز. يعني جولك اعمل ايه؟ نفكر، بس نفكر صح. أهم حاجة بقى دلوقتي نفرح بالعيل ده. أنا عايز البلد كلها تتكلم على اليوم اللي اتولد فيه، عايز ليلة ولا ألف ليلة وليلة. عايزهم يدرسوها، يدرسوها في المدارس. يا سلام. معلم بدري، إيه اللي جابك؟ ما كلمتنيش ليه في التليفون؟ ما عاوزك في كلمتين. طيب حد شافك وأنت داخل؟ لا، ولو حد شاف قولي جاي يسأل على مروان. طب اتفضل اتفضل. اتفضلي. كلمتين دول مستعجلين قوي ولا ايه؟ ايوه. كله تمام؟ الحمد لله. اتفضل يا معلم اتفضل. اتفضل استريح. خير. ريتال يا حبيبتي، يا ريت تروحي تعملي لنا شاي. ولو سالوني بقى الشاي لمين اقول لهم ايه؟ اقعد يا كريمه ولا مش عايزين اعرف انت بتعملي ايه؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي. انا جاهز. وانا كمان جاهزه يا معلم. تمام، لكن اسمعي، تلحد دي الوقت لسه على البر، يعني تقدر تقولي ماليش دعوه بالحكايه دي خالص، لكن لو رجلك خطت خلاص ملهاش رجعه. وانا ما برجعش في كلامي، وانا قررت ومصممه. متى؟ اديني بس يومين. كتير. انت مش بتقولي انك انت جاهزه؟ ايوه، ما انا بقول لك اديني بس يومين عشان الفلوس تبقى في ايدي. ولا يوم زياده؟ ولا ساعه زياده. تمام. اهو ما دام عاوز اتصرف البضاعة أنا جاهز، لكن برضك لازم عمولتي تبقى جاهزة. يا سلام، من عيني دي وعيني دي، كل طلباتك مجابة. بس يعني بستأذنك تتفضل دلوقتي عشان ما حدش يشوفك.
تمام بالاذن. انست وشرفت يا معلم. لا بقى انا مرارتي اتفقعت، مش كل اتنين قافلين عليهم باب اوضه وقاعدين دو 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 دو. انا خلاص الفار بدا يلعب في عبي. سلامة عبك يا روحي. مع السلامة انت يا معلم بدري، ولما يجي مروان بيه هبقول له ان حضرتك جيت. الله، مش تعرفيني بضيفك ولا ايه؟ ده شكله طلع من العيلة. طب افرض يا اختي ان انا قابلته في عربية ولا في شارع ولا في حارة، مش نبقى عارفين بعض كده؟ دي نعيمة هاشكة. انا نعيمة مرات الحاج عبده، الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. الله يرحمه، كان حبيبي. والنبي، انا كنت دراعه اليمين والراجل بتاعه، كنت بخلص كل شغله هنا وفي مصر كمان. كويس، يبقى هنحتاجك. عمرك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تديني رقمك كده عشان في حاجات عايزه استفسر عليك منها يعني. ومال؟ ايه ولا اقول لك تعالى انا اديك رقم. ايه 012 12 13 14. بتخططي ايه يا كريم؟ انا ما اعرفوش. انت عبيطة يا بنت. هو انا في حاجه يا بنتي بعملها من وراكي؟ ده انت الصندوق الاسود بتاعي. الشيشه ياض. ها قلت ايه؟ بس السعر اللي انت بتقول عليه ده قليل قوي يا حسن باشا. هو ده اللي عندي. عاجبك ولا لا؟ لا مش عاجبني، وبعدين انا اساسا مش عاوز ابيع. يعني انت مش عاجبك كلامي؟ هو بالعافيه ولا بالعافيه؟ بقول لك ولا هتقدر تعمل اي حاجه، وعلى مفخلك اركب يا حسن من غير باشا. وانا مش هسكت، هبلغ مروان وهو يتصرف معاك. صعبان عليا قوي الراجل ده. خلص. ياك تكون زعلان مني يا قاطر. في الاول بس اتقمصت وخدت على خاطر منك، بس لما فكرت في الموضوع اكتشفت ان الالمين دول علامه الجوده، سر السعاده. انت بتصدق ان كف في ايدك وحشني يا باشا؟ ما تاخدني كفين كده على الماشي. يا اختي بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا اختي يعني يا حلو انت يا حلو يا جو حبيب امك يا واه. انا قلت بقى اجي اقول مبروك. الله يبارك فيك يا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. شفت يا زينب الواد كيف القمر؟ قمر يا روح امك، قمر شبهي مش كده؟ لا شبهي ايه؟ هو ده ليه شبه ولا ليه زي؟ يختي سوال الله عليك، سوال الله. ما شاء الله يا فوزية، جميل قوي، ربنا يخليهولك يا رب. اسم الله والحرص الله. فرحانة لي يا زينب؟ وهو ده سؤال برضو. طبعا فرحانة. والله انت ما تعرفيش انا فرحانة كيف. مهما قلت وحكيت ولو قعدت من هنيه لمئة سنة قدام مش عارف اقولك انا حاسة بايه. كنت فين يا حمام؟ كنت في كنون الوزه. من يوم ما جيت وطليت كاديت امك اهل البيت. فوزية، هو انت فرحانة علشان خلفتي ولا فرحانة عشان كده الاعادي؟ انا مش قصدي حاجة والله، انا بسأل بس. اصلك ما تعرفيش كسرة النفس، نظرات الكل ليا وكلامهم اللي كان عامل زي السكاكين بتقطع في قلبي. بس انا كنت متخيله يعني انه بدر هينسيكي كل الحاجات دي. انسى كيف؟ بس جه الوقت اللي احط صوابعي العشره في عيون الكل، الناس اللي لا رحموني ولا سابوا رحمه ربنا تنزل. اختي رايحه فين يا زين؟ هروح بقى ابلغ مروان. انت مش متخيله هو يفرح قد ايه. تسلم رجلك يا حبيبتي. ربنا يخليهولك يا رب يا فوزيه. يا رب يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وكنت فين يا حمام؟
مروجة نفسك على الآخر أنت. خير؟ أنا اللي بسألك خير؟ يا رب يكون اللي شغلك وبعدك عني خير. وأنا بعيدة فين يا وليا؟ ما أنا جنبك أهو. وليا؟ إيه يا روحي؟ كلمة جديدة عليكي أول مرة تسمعي؟ لا بس يعني ما تطلعش منك. عايزة إيه؟ هو عادل عامل إيه؟ الحمد لله كويس زي الفل. وشك ده؟ في إيه يا حبيبتي؟ وأنا قلت لك حاجة غلط؟ لا بس يعني أنا شايفة إنك واخدة بالك منه اليومين دول. بصراحة يعني إحنا الاتنين واخدين بالنا من بعض. بس أنا مش مطمنة. ليه؟ أنت قلقانة مني؟ منك أنت لا، أنا قلقانة منه هو. متقلقيش. أصله كان داخل شادد حيله عليا قوي. زي ما يكون عايز يخلص مني ولا يقول لي مالكيش زرعة ولا بصلة. عادي على فكرة. أنت بس اللي أي كلمة بتخوفني. يمكن عشان جديدة في الموضوع. بس اللي أعرفه يعني واحدة عملت اللي أنت عملتيه المفروض قلبها يبقى جامد. ولا إيه يا نونو؟ بس أنا حاسة إنه بيرسم على حاجة كبيرة. ممكن. طب ما تقولي لي إيه اللي تعرفيه وأنا ما أعرفوش؟ بصي أنا عندي إحساس كده يتهيأ لي إن هو عايز يمسك شغل مهدي كله. عاوز يبقى هو مسؤول عن كل حاجة بس. وإحنا؟ مالنا إحنا؟ إحنا زي ما إحنا. محارب. ماله محارب؟ هيسيبه يعمل كده؟ والله حسب. بصي يا نادر، عايزة أقول لك حاجة مهمة. اللي أنا شايفاه إن عادل ده شخصية مهمة جدا وهيبقى له وضع. ها يا حبيبتي فبلاش تقلقي نفسك أحسن. عن إذنك. يا بجتك ده؟ أنت يا أختي كنت فين؟ بالراحة عليا شوية. في إيه؟ بعد كده ما تمشيش إلا لما تقولي لي أنت رايحة فين؟ وتليفونك مقفول ليه؟ علشان مش عايزاكي تتصلي بيا. عادل بيرسم على ريم. عارفة. طب عارفة بقى إنه راح للجواهرجي النهاردة الصبح واشترى خاتم؟ وكمان بيشتري شبكة. شبكة؟ خلي بالك بس عشان ريم دي عندها استعداد تبيع أهلها، مش هتبيعكي أنتي. أنت عرفتي الحاجات دي منين؟ أنا مش تلميذة يا حبيبتي. أنا لما لقيتها مبلطة هنا في الخط قلت أكيد وراها حاجة. بعت وراها كامل وطلعت فعلا بتقابله. والنهاردة الصبح راح للجواهرجي ورحت وراه وعرفت منه كل حاجة. وحشتك ازاي يعني بقى؟ لا ما انا برضه ما ينفعش اقابلك كده بسبب وبدون سبب. لو محرم عرف عارف هيعمل فيا ايه هيقتلني بجد. اوكي اذا كان شغلي يبقى ماشي. انت عارف قد ايه الشغل مهم عندي. هروح فين؟ لا ما هو انت لو ما قلتش هنروح فين انا مش هروح معاك. لازم اعرف الاول. لا بجد اسكندريه بجد بجد انا بحبها قوي على فكره. كمان بحب اللي يحبها. اوكي. أعمل إيه؟ يعني لو قلت لك هتعملي بكلامي؟ قولي. كلميه. عادل لا بيحب ريم ولا غيرها. عادل كل اللي يهمه الفلوس والشغل وبس. وإنتي جوكر. إنتي اللي كنتي مرات مهدي باشا اللي كان معاه كل حاجة، ودلوقتي كل حاجة معاكي إنتي. وريم أكيد فهمته إن هي اللي بتحركك. هو بقى لو فهم إن الحكاية مش كده، وإن إنتي اللي في إيدك كل حاجة ومحدش يقدر ياخد منك غير اللي إنتي عايزة تديهوله، هيجيلك إنتي وهتبقي إنتي اللي أولى بحب. ولا إيه؟ عندك حاجة. هات التليفون. هاتي يا زينة. نايم نايم. بينام كتير جوي. ايوه ما هي العيال الصغيرة كلها كده. مش كان احسن تسيبيه في البيت؟ لا بيت ايه ده، الدنيا مقلوبة هناك. يبقى عرفت. ايوه عرفت. معقولة؟ عرفت ولا جيت تبارك ولا تشوف ايه اللي بيحصل هناك؟ انت مش شايف محروس بيعمل ايه؟ ده جايب العجول عمال بيذبح ويوزع فيها ولا كأنه هو اللي مشتريهم.
خليه يعمل اللي هو عاوزه، خلي الناس تاكل وتدعي لنا. انا مش مبسوطه يا مروان. ليه؟ تخيل ان فوزيه كل اللي يهمها من خلفتها انها تكيد في الناس، كل يهمها انها تشمت في كل واحد ولا واحده قال عليها كلمه كده ولا كده، اكتر من فرحتها بابنها. ما هي دي المصيبه. مروان انا عايزه اسالك سؤال وتقولي الحقيقه. قولي يا زينب. هو انا زيهم مش واخده بالي؟ يعني انا ممكن اكون بعمل زيهم وفاكره ان انا احسن؟ انت مش زيهم خالص. انت الحاجه الوحيده الحقيقيه في العيله دي. مش عارفه، انا قلقت قوي، حسيت ان محدش شايف نفسه على حقيقتها خالص. اتخضيت يا مروان من كلام فوزيه. ما تخيلتش ان كل اللي يهمها انها تكيد في ده وتشمت في ده. انا كنت فاكره ان هي هتبقى مبسوطه ان ربنا عوضها، ان الدنيا اديتها. كنت فاكره ان هي نفسها تخلف عشان هي عايزه تبقى ام. زينب ما تشغليش بالك باللي بيحصل. احنا مش هننزل مصر بقى. هننزل وهعمل لك مفاجاه هايله. خير؟ قولي. لقيت مكان ينفع لشركة. هو مكان صغير بس شيك، ينفع لشركة وجاهز. بجد؟ أيوة بجد. يعني أفهم من كده إن أنت هتيجي معايا؟ لا، وعاوزة تسافر دلوقتي؟ يلا بينا. لا خلينا النهاردة، أنا عايزة أقعد مع فوزية النهاردة، عايزاها تحس إن كلنا فرحانين لها وإن إحنا جنبها. الهندي قبل الهندي. أنت تؤمري. ربنا يخليك لي. اتفضلي. إيه ده؟ لا طبعًا. خلاص على راحتك. ايه اوعى. انا موافقه. موافقه ايه يا ماما؟ ده قليل جدا يا اختي. قليل ولا كتير؟ تعالى اقول لك. بصي فرصتك ما تضيعهاش، اسمعي كلامي. يا ماما انا مش مطمنه، وبعدين دول ناقصين مليون جنيه. يا بنت الناس، لو مروان عمل اللي في دماغه وهيج الدنيا عليكي مش هتاخدي ولا مليم. اسمعي الكلام. مش هيقدر يا بنتي. هيقدر لو انت بتفهمي في القانون بتاعك ده. سنتي هو هيجيب مليون واحد بيفهم في القانون احسن منك مليون سنتي. اسمعي الكلام عشان خاطر ربنا يهديكي. ماشي يلا. طيب خلاص ماشي. خد وادي العقود اهي. على بركه الله. تمام، فلوسك اهي. السلام عليكم. عليكم السلام. تشكر يا اخوي. الحق اكلم بدري بقى عشان اقول له الفلوس معايا. وبدري بعت له. امال ما جاش ليه؟ والله ما عارف. ها؟ ما عرفش؟ وساكت ليه؟ بكره الصبح الجبل يتطربق على دماغه وتجيب عليه وطيه عشان يعرف ان لما الباشا يقول له تعالى يجي زاحف على ايديه ورجليه. انا مش عايز اعمل عداوه مع بدري. طول ما هو عارف انك عامل له حساب مش هيسمع كلامك. لا، لازم أن يعرف ان ملوش قيمه عندك. ها؟ هو ده اللي هيجيبه على ملا وشه. أنا اللي كان لازم من زمان آخد بالي منك، والله العظيم. ده أنا وأنتِ فولة واتقسمة نصين. من ده اللي فولة؟ ليه؟ أنا حلوة كده زيك. حلوة؟ ده أنتِ قمر. أنتِ القمر بتاعت الدنيا كلها. يا راجل. وكل النجوم. أنا غبي، والله غبي. إزاي قدام عينيا كده ما خدتش بالي؟ أمل. شكلي. أمل. أمل. اي حسن خير؟ في بيت ولع في البلد والناس اللي فيه كانت هتموت. والغفر كانوا فين؟ ما انا قلت لهم مالهمش صالح باللي بيحصل. بالاذن. حسن انا ما فهمتش انت عايز ايه؟ حسن باشا، الراجل جه بره وعامل قلق ودوشه جامده وراسه ألف جزمه يقابلك. هاتوا يا عم. تعالى يا عم. عايز ايه؟ اللي انت عاوزه يا حسن باشا. وانا مش عايز منك حاجة، مش عايز اشوف وشك كمان. انا غلطان، انا استاهل ضربة جزمة. ما تقولش كده يا راجل، عيب. ده انت وحش ما يهمكش حد. خليك ذكر زي ما كنت، ما تضحكش الناس عليك. يلا يلا، ما في مالكش مكان هنا. خد دول. أنا عارف إن بيتك بيجيكم تراب، خليهم معاك يمكن تحتاج توكل عيالك. أنا هبيع. اللي ملوش كبير يشتري له كبير يا حسن باشا. جدع يا ولد،
بس انا ما عادش ليا مزاج اشتري. يلا يلا يا عم يلا قدام قدام. حسن اقعد اقعد حبيبي حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. انا دلوق بس قلبي ارتاح واتطمنت. طمنت عليها يا جبريل؟ عليك قلبك حجر حديد اهو كده. لازم حبيبي تبقى زي النار تولع اي حد يقرب منك حتى لو ولدك. احنا من هنا نحط يدنا على البلد كلها عشان طول ما احنا قاعدين في البيت ده البيت ده هو البيت الكبير. يعني هبقى العمده بدل محرم؟ عمده مين؟ ده انت هتبقى نايب قد الدنيا. امال ايه؟ عشان تقول الكل يسمع كلمتك وهتشوف. مبروك عليك ان شاء الله يا ولدي. عايز ايه؟ اللي انت عاوزه يا حسن باشا. وانا مش عايز منك حاجة، مش عايز اشوف وشك كمان. انا غلطان، انا استاهل ضربة جزمة. ما تقولش كده يا راجل عيب. ده انت وحش ما يهمكش حد. خليك ذكر زي ما كنت، ما تضحكش الناس عليك. يلا يلا ما في مالكش مكان هنا. خد دول. أنا عارف إن بيتك بيجيكم تراب، خليهم معاك يمكن تحتاج توكل عيالك. أنا هبيع اللي ملوش كبير يشتري له كبير يا حسن باشا. جدع وقت. بس أنا ما عادش ليا مزاج أشتري. يلا يلا يا عم يلا قدام قدام. حسن اقعد اقعد حبيبي حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. انا دلوق بس قلبي ارتاح واتطمنت. طمنت عليها يا جبريل؟ عليك قلبك حجر حديد اهو كده. لازم حبيبي تبقى زي النار تولع اي حد يقرب منك حتى لو ولدك. احنا من هنا نحط يدنا على البلد كلها عشان طول ما احنا قاعدين في البيت ده البيت ده هو البيت الكبير. يعني هبقى العمده بدل المحرم؟ عمده مين؟ ده انت هتبقى نايب قد الدنيا. امال ايه؟ عشان تقول الكل يسمع كلمتك وهتشوف. مبروك عليك ان شاء الله يا ولدي. فين الفطار يا بنتي؟ انا جعانه. حاضر. خير؟ خارجه على الصبح كده. رايحه فين؟ عقبال املتك. انا مسافره. فجاه كده؟ يا ترى بره مصر ولا جوه مصر؟ لا جوه مصر طبعا، هو في احلى من مصر؟ قوليلي هتتجوزوا متى؟ هما مين دول اللي هيتجوزوا بس؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت فاكره ان انا نايمه على وداني ولا ما واخداش بالي انت بتفكري في ايه وبتعملي ايه؟ انا اللي حصل لي يخليني ابص في عين اللي قدامي افهم وزين قوي. ماشي اوكي، بصي في عينيا كده قولي لي ايه اللي جواها بجد، محتاجه اعرف. بلاش الطريقه دي. طب ما تقولي انت عايزه ايه وتقصري. ما تنسيش ان انا وانت في مركب واحده. يا نهار ابيض، هو انا قلت لك يا حبيبتي انزلي من المركب اصلا؟ امال جريك ورا عادل دي تسميه ايه؟ بحبه. المشكله بس انت عارفه ان الناس دي ما تعرفش الحب. بس انا اعرف الحب وبحب الحب واحب اتحب واحب. ولا انت زعلانه قوي عشان عمر ما حد قال لك اني بحبك؟ بصي يا ناديه، لازم تفهمي حاجه يا حبيبتي.
علاقتي بعادل ملهاش أي علاقة بشغلي معاكي، أوكي؟ وبعدين لو عايزة تعرفي مين اللي مسقع دماغه فهو أنتي. عارفة ليه يا ماما؟ عشان أنتي المفروض تجيلي بكشف حساب كده في ورث مهدي، وفي إيدك التانية عقد شراكة بينا. ما هو مش معقول برضه نبقى شراكة في الدم ومش شراكة في البيزنس، ولا أنتي إيه رأيك يا حياتي؟ أوعي يا حبيبتي تفتكري إن أنا عبيطة ولا هبلة ولا جاي أقعد معاكي هنا عشان أستجم يومين. نو خالص، على فكرة أنا جاية عشان أسيبك براحتك تروحي الشركة براحتك، تعملي كل اللي عايزاه براحتك عشان أجيب آخرك. آخري عمرك ما هتوصلي له، آخرك حبل المشنقة. أنتي ناسية يا بنت إن أنتي كنتي في السجن؟ ناسية إن أنتي قتلتي قتيل؟ ناسية إن أنتي زورتي شهادة وفاة؟ ناسية إن بنت عمتك شهدت شهادة زور؟ ناسية ده كله؟ على فكرة أنا لو حطيتكوا في دماغي هدخلكوا كلكوا السجن، هلف حبل المشنقة حوالين رقبتكوا كلكوا. ما تنسيش نفسك يا نادية. وديني وأيماني لو شفتك في مكان تاني أنا دخلته ولا سألتي عن أي حاجة تخصني عارفة هعمل فيكي إيه؟ أنا والله والله إيه؟ الله يسخطك إردي يا شيخة. وديني لقطة رقبتك على صدرك. أنتِ فاهمة؟ نادية مش هتنفعك. اتفضل يا زينب، اتفضل. ها؟ إيه رأيك؟ هايلة. أنا عارف كويس قوي إن أنت هتقدري تدير المكان ده، والشركة دي خلال سنة واحدة هتبقى أفخم وأحسن شركة في مصر. هيحصل بس وأنت معايا. أكيد طبعًا. بقول لك إيه؟ أنا هنا المديرة. وأنا هنا ساعي في خدمة سعادتك، تحب تشرب إيه؟ والله بقى شوف أنت على ذوقك، شوف هتطلب لنا إيه؟ عندنا ذوق. بس قبل الشرب في حاجة صغيرة كده. بعد اللي انت عملته ده انت تأمر اي حاجة انت عايزها. زينب انا مش عايزك تقعدي في شقة مرت ابوي، قصدي كريمة يعني. انا كمان عايزة كده. في حاجة تاني؟ لا بقى، انت كده طلباتك كترت قوي. معلش هو طلب واعر بس انا عارف ان انت هتقدري تنفذيه. أأمر. انا مش عايزك تتكلمي مع اي حد من البيت الكبير، انسيهم خالص. ليه بتقول كده دلوقتي؟ علشان بحبك وخايف على نوح. انا بخاف عليه من اي حاجه، مش عايز اي حد يقرب منكم. عارفه يا زينب انا بصحى كل يوم من النوم مفزوع، وعقلي بيقول لي ان في حاجه عفشه مستنياه. انت بتقول كده عشان اللي حصل لفريده؟ انا ما اعرفش لحد دلوقتي ايه اللي حصل لفريده. والله ولا انا. هتصدقيني؟ من غير ما تتكلم ولا تقول أي حاجة أنا مصدقك، وعارفة إن دماغك بتروح في مليون حتة وبتشك في كل الناس اللي حواليك، بس أنا عارفة ومتأكدة إن مفيش حد في البيت الكبير له يد في موضوع فريدة وابنها، ولا حتى جبرية. اللي عمل كده حد من بره البيت، عايز يشوفك وأنت بتتقطع وبتتهد وبتقع قدامه، حد عايز يتفرج عليك وأنت بتتكسر بس يقف يتفرج من بعيد. مين يعني؟ والله ما حدش عارف، بس الحاجات اللي زي كده ما بتستخباش. اللي بيعمل مصيبة ولا جريمة أكيد بيسيب حاجة وراه. المهم خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. أنا هاخد قرض من البنك. لا 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 يا زينب. مروان أنا عايزة أبتدي من الصفر. يا زينب أنت ليكي فلوس. أنا مش عايزة أي حاجة من الفلوس دي. أنا عارف إيه اللي بيدور في دماغك. هقولك على حاجة ترضيكي. أنت ليكي أرض أنا هصفي لك حسابها، وهديكي نصيبك من ورث عمي الله يرحمه. خلي معاكي، واي حاجه زياده كان ابويا خدها ملكي الصالح بيها. لا مش فاهمه. هشوف جدي ساب ايه وورث عمي جدي ايه، وخدي نصيبك منه. حلو الكلام. وانت كمان اي فلوس تشك فيها سيبها مروان عشان خاطري. انا مش عايزه نروح ياكل لقمه حرام. ايوه طبعا. مين ده؟ واحد صاحبي كنت موعد اوصله المطار. انت هتنزل؟ على طول هوصله واجي.
وهجيب غدا معايا. طيب ما تتأخرش، مستنياك. مع السلامة. اللي حصل ده مش عاجبني. معلش حبيبي، من هنا ورايح إن شاء الله حسن عمره ما هيعمل حاجة إلا ما يرجع لك الأول. بابا خايف على حسن يا ماما. يا ماما اهدي، ايه الحلاوة دي؟ سمعتي يا حسن؟ ما شاء الله ما شاء الله، عسل يا حبيبتي. مش البقر اللي كنت متجوزهم؟ أعوذ بالله، كانت عينهم ياخت تدب فيها رصاصة. أو والله خصوصا دي بت ريتال، بت كريمة، حية حية ريتال دي. كنت متجوزها ازاي دي؟ كنت عايز اقعد معاك شوية يا عمي. حاضر يا حبيبي، في أي وقت. في حاجات عايز أعرفها منك ونتكلموا فيها. طيب نخلص فطار الأول وبعدين نتكلم. ما تقولي حسن هو سر؟ لا أبداً، بس أصله كلام في الشغل مالكمش صالح بيه. هو إحنا مش عيلة واحدة ولا إيه؟ عيلة عيلة يا قلب ماما طبعاً، لكن يعني أصل فيه كلام رجالة وفيه كلام حريم، ومادام قال له أنا عايزك في سر يبقى حاجة إحنا مالناش صالح بيها، يعني مكسوف يقولها قدامنا، عايز ياخد رأيه في حاجة، شغل رجالة يعني. مين بقى اللي قال كده؟ الأصول يا حبيبتي. آه بس الأصول اللي أنا أعرفها حاجة، والأصول اللي بتحصل دي حاجة تانية خالص. ده اللي أنا أعرفه ومتعودة عليه، وبابا كمان معودني على كده. خلاص يا لبنى خلاص. لا مش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في إيه يا حبيبتي؟ لا ده أنا كده أكلك على ولدي. أقول لك أنت شكلك يعني يلزم القعدة معايا، أعرفك فيها عوايدنا وتقاليدنا. شوفي يا حبيبتي، البنت بعد الجواز ما تقولش لراجلها إلا حاضر وطيب ونعم، وملهاش شغلانة في الدنيا تعملها غير إنها تريح جوزها وتبسطه. فاهمة يا حلوة؟ ولا ايه يا قلبي؟ اه طبعا يا ست جبريل، اه طبعا. حسن بقول لك ايه؟ تعالى نطلع بره البيت خالص ونقعد حته هاديه كده ونتكلم. يا ريت. عن اذنكم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. لبنى خلينيش ازعل منك. ربنا يخليك لينا يا ست هانم ويديك راحة البال والسعادة. أنا عارف يا هانم، أنا عارف فراق الباشا مأثر فيك قد إيه، الفتحة على روحه. وأنت حافظها؟ عرفت منين يا ست هانم؟ طب والله العظيم تلاتة أنا طول الليل عمال أحفظ فيها عشان اللحظة دي، عشان أول ما قابلك نقرأ الفتحة سوا. بيقولوا إن اللي بيحب حد قوي ويدعي له ربنا بيستجيبه ويخفف عنه التعذيب. إزيك يا مفيد؟ إن شاء الله تسلمي. صفا قال لي انك عاوزاني في حاجه مهمه. انا مش هقول ولا هتكلم كتير، عشان عارفه انك عارفه كل حاجه من اولها لاخرها، وعارفه كمان اللي حصل لي من العيله دي. انا ما عنديش وقت، اتكلمي. انا عايزه اشتغل معاكي هنا في البيت. ايه ده؟ طب والله العظيم ثلاثه ما اعرف حاجه بالكلام ده. ايه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ عايزه اسيب البيت عند محرم باشا ليه؟ ليه يا مفيده؟ هو شرع ايه؟ انت بالع راديو. انا عارفه ان مهما طال الوقت جبريه ولا حسن هيرموني برا البيت، وعارفه كمان ان حسن دلوقتي واخد صوفة تحت جناحه، بس اول ما تخلص حاجتي من جارتي هيرميه هو كمان. ايه سوء الظن اللي دخل بينا ده يا بت؟ عاوز تقولي انك مآمن لحسن؟ حسن ده كلب، اذا كان هو ولا اخوه اللي سافر مصر وعمال ايه؟ امال يعني عمال تقول لها عيب وما يصحش؟ بص يا ست هانم، الناس دي ناس زباله قوي وكلهم بيجروا على مصلحتهم، فاحنا كمان لازم نشوف سكتنا. يعني انت موافق ان مفيده تشتغل معايا هنا؟ موافق، بس بالطريقه اللي هي ايه الطريقه دي؟ لو الموضوع ده جه من مفيده نفسها كده الدنيا هتتطربق وهيحطوها في دماغهم اكتر ما هم حاطينها في دماغهم. زائد كمان ان الحاجه جبريه لو عرفت ان مفيده اترقت والدنيا زهزهت معاها ممكن يجي لها نقطه. عاوزني انا اللي اجيبها يعني، انا اللي اطلبها مش كده؟ يا ريت والنبي يا ست هانم. طب وانت؟ انا بقى خليني مع حسن ده للاخر عشان اعرف هو عاوز ايه وناوي على ايه.
اقعد يا حسن اقعد. اه ايه رايك بقى في المكان ده؟ زي الجو. مش عايز ابعد عن البيت؟ اه طبعا. اتكلم بقى، عايز ايه يا سيدي؟ انا عايز اعرف كل حاجه بالتفصيل. كل حاجه عن ايه؟ احنا بجينا عيله واحده محرم بيه، وكلها يوم ولا التاني ويجي لك ولي العهد وتبقى جد. وانا ولبنى ولادك، مش انت قلت كده ولا ايه؟ اه طبعا طبعا. مهدي كان اخطبوط، وزي ما انا عرفت ان كل فلوسه وشركاته وحتى الفيلا اللي كانت تحت يده صوره ملهاش معنى، لكن البيزنس الحقيقي اللي محدش يعرف عنه حاجه هو ده اللي انا عايز اعرفه. اللي هو ايه يعني؟ مش فاهم. المخازن يا محرم بيه. مخازن؟ مخازن ايه؟ ما هو اكيد ما كانش بيجيب البضاعه ويحطها في خزن البنك، اكيد كان عنده مخازن. مخازن دي هي المهمه، هي اللي فيها الشغل كله، هي اللي هتخلينا نحط ايدينا على البلد. مش البلد دي بس، لا، على البلد كلها من شرقها لغربها، هتخلينا فوق الكل. صح ولا ايه؟ طب لو انا كنت عارف المخازن دي فين كان ده يبقى حنة؟ طبعا لا. وبعدين اسال نفسك سؤال، هو معقول مهدي هيقول لي على مكان المخازن بتاعته؟ بس تعرف اللي يدلك واللي يقول لك، واكيد انت شغال على كده. طب وحياه انا عندك، انا ولبنى وولي العهد اللي جاي جاي، لا تخليني في ظهرك وما تخافش مني، ما تجلكش وما تداريش حاجه عني، انا يدك وعينك صدقني. على العموم انت نبهتني لحاجه مهمه جدا ما كنتش واخد بالي منها بجد، بس اوعدك لو عرفت اي حاجه هقول لك. انا من ساعه ما دخلت بيتك وانا حاسس انك ابوي. اه والله. أنا بصراحة كنت هموت من الغل والنار كلت عقلي لما عرفت إنك اتجوزت أمي، بس لما هديت وفكرت عرفت قد إيه أنت من جواك طيب وصافي، وكل اللي يهمك إننا نبقى عيلة صح. أنت ما تعرفش مقامك زاد عندي قد إيه. آه والله يا محرم بيه. لا محرم بيه إيه؟ اه والله يا عمي. ما هو اللي اتجوز امي اقول له يا عمي، مش كده برضك ولا ايه؟ ما بتسأليش قلت أسأل أنا. مش اللي يزور حد يقول الأول. إيه ده؟ هو أنا لازم أخد ميعاد عشان أزور بنت خالي ولا إيه؟ مش القصد يعني، بس كان ممكن تخبط المشوار ده كله على الفاضي، كان ممكن تيجي ما تلاقينيش. هتروحي فين يا نادية؟ أنت ناسية إني عندي شركة؟ شركة؟ إلا قولي لي يا نادية، أنت تعرفي إيه عن الشركة دي؟ يعني بتشتغل إزاي؟ يعني لو حبيتي في يوم من الأيام تشغليها تعرفي تديريها؟ أنت جاية ليه؟ ما أنا قلتلك جاية عشان أزورك. لا أنت جاية عشان حاجة تانية، أنت جاية عشان ورثة أبوي. بتلفي لفة كده عشان أقولك خلاص يا شهد اعمل اللي أنت عاوزاه. إيه ده؟ ده أنت بقيتي بتعرفي تقري الطالع كمان يا نادية. لا طالع ولا نازل يا بنت عمتي، ده لو انت يعني فاكره ان في بينا دم. مين اللي بعتك؟ كريمه ولا ريتال؟ محدش بعتني يا ناديه. يعني انت جايه لوحدك كده؟ جايه تشمتي ولا جايه تكمل اللي عملته امك؟ اصلها كانت هنا وقعدت تقول لي كلام ملوش عازه،
كلام من بتاعها. الدم عمره ما يبقى مي، وانها عملت اللي ما يتعمل عشاني. دي كان ناقص تقول لي ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم. طب ما دي الحقيقه ناديه. لا بيطلع. انت ما تعرفيش ولا ايه؟ تحب اقول لك بيطلع كيف؟ بيقطع في لحمك، بيكوي، بيوجعك وجع عمره ما يتنسي. تتجننتي ولا ايه يا ناديه؟ امشي يا شهد، امشي عشان انا ما طايقاش نفسي وروحي في مناخيري. هتعملي ايه في الشركه؟ عيني عينك كده جاي عشان الشركه، مش كفايه ارضي وارض ابوي؟ افهمي الشركه دي، الشركه دي ما حدش له صالح بيها خالص، وما عاوزاش اسمع منك ولا كلمه. مش هتعرفي تعملي حاجه في الشركه دي من غير اسمعي مني. لا اسمع ولا شوف. لازم تسمعي مني عشان تعرفي ان انا عندي حق. لازم تاخدي بالك كويس قوي من اللي انت فيه ده يا نادي عشان ما تقعيش تاني، وما تنسيش ان انا الوحيده اللي في العيله دي اللي وقفت معاكي وخرجتك من محنتك. يعني انا مش وحشه قوي كده زي ما انت عماله بتقولي. لا عفشه ولا زينه، انا ما عاوزاش حاجه منك خلاص. بس انا مش هسيبك يا ناديه، لان انت عامله زي اللي رقصوا على السلم. عارفه اللي رقصوا على السلم ده اللي بيتقال عليهم ايه؟ بيتقال عليهم لا طالوا سما ولا طالوا ارض. انت عاوزه ايه؟ عاوزه انا اقتلك ولا اقتل روحي؟ عايزاكي تفهمي ان انت ما وصلتيش لاي حاجه. ايه اللي عملتيه؟ قتلتي عبد الحكيم؟ عبد الحكيم اللي كان عيان مشلول مش قادر يصلب طوله؟ ده انت لو كنت سبتيه مشلول كان مات في اليوم ألف مرة من العذاب اللي هيشوفه من كل اللي رايح واللي جاي بيشمت فيه. لكن انت عملتي ايه؟ انت ريحتيه يا ناديه. انا خدت طار ابوي. طارق ده كان لازم تاخديه بدل مرة ألف مرة. البركة فيكي ولا كريمة ولا ريتال؟ ما تروحي تقولي الكلام ده لزينب اللي استحلت العيشة جنب مروان وبقتش قادرة تستغنى عنه. معايا هتعملي اللي انت عايزاه وهتبقي على دماغ الكل. انا عارفه ان ريم حربايه وبتخطط ان هي تاكلك. لا تاكلني ولا كلها. سيبيني يا شاهد، الله لا يسيئك. ايه السواد اللي من ناحيتي ده يا ناديه؟ ها، هو انت نسيتي ان انا كنت اقرب واحده لخالي عبد السلام الله يرحمه، واقرب واحده في اخواتي كلهم ليكي؟ انا مهما عملت اي حاجه غلط في حياتي عمري ما هعمل معاكي اي حاجه غلط. وعلى فكره عمري ما هسيب حقك ولا حق خالي عبد السلام، وهفضل واقفه جنبك لحد ما تاخديه يا ناديه. سلام يا بنت خالي. انا عارفه يعني ان كلامي دلوقتي ممكن يبقى تقيل على قلبك، ما انتش طايقاني، بس انا قلت معلش. شو مال وانت زي بنتي، وفي شوية حاجاتك دي لازم أعلمها لك. تعلميني إيه؟ شوفي يا حبيبتي، الراجل من دول يحبش المرأة العنادية، لا، يحب المرأة اللي تسايس وتطبطب عليه، تقول له حاضر أنا من يدك دي ليدك دي، تسمعي كلامه حتى لو مش هتعمليه. بس أنا مش كده. وماله؟ اتعلمي تبقي كده؟ ولا يعني انت فاكره ان احنا كلنا دخلنا بيوتنا واحنا عارفين ومتعلمين كل حاجه؟ لا والله. طب بالك انت، انا حماتي الله يرحمها ام جوزي علمتني ياما، الله يرحمها عاد. هو انت عايزه ايه بالظبط؟ ولا حاجه. عاوزه ايه منك الا ساعدك انت وولدي؟ مش انت هتحبي حسن عاد؟ طب بصي بقى، انا عايزه اقول لك حاجه عشان تبقي عارفه، انا لا بتاعت حاضر ولا نعم، انا بعمل اللي انا شايفاه صح. بحب حسن وجوه عينيا، بس اللي مش على مزاجي مش هعمله. انا سوري يعني مش واحده جايه من ورا الجاموسه مكان ما تحطيها تتحط. جاموستها وبقرتها يا بت، اتكلمي معايا بالادب ولا علمهولك انا؟ بقول لك ايه، انا لا بتعصب ولا بتهز ولا هخاف واجري على بابا واقول له شوف حماتي عملت فيا ايه. ولو انت فاكره انك كده بتولعي في البيت وهتخلي بابا مش عارف يتصرف ازاي جوه وبره، تبقي غلطانه. اقول لك على حاجه يا جبريه، اعلى مفخلك اركبي. عن اذنك. ماشي يا بت محرر.
هو انت ما سالتش نفسك هو انا ليه وافقت ان انا اسافر معاك؟ طب انت ليه ما سالتيش نفسك انا ليه اخترتك اني اسافر معاكي؟ لا بقول لك انا ما بحبش حد يجاوبني بسؤال. انا ما بحبش حد يسالني اسئله محرجه. اوكي انا بس بسالك عشان تعرف انا ليه وافقت ان انا اسافر معاك. يعني هو انت يعني مش واخد بالك ولا يعني ايه؟ صراحه انا معاكي ما باخدش بالي من اي حاجه، هي حاجه واحده بس اللي باخد بالي منها انت. طيب اوكي انا وافقت ان انا اسافر معاك عشان انا حسيت ان انا قريبه منك. قريبه بس؟ قريبه بس بس مش اكتر. طب هسالك سؤال تاني، انت حاسه ان انت القريبه ولا قلبك هو اللي قريب ليا؟ بص انا هقول انا مبسوطه معاك، وفي نفس الوقت مش عايزه اقول كلام يعني اللي انا عايزه اقوله عايزه اقوله وانا حاسه بيه، بس في نفس الوقت مش عايزه اقول اي كلام انا ممكن اندم عليه بعد كده. انا بوعدك انك عمرك ما هتندمي وانت معايا. اقول لك من الاخر انا مبسوطه بجد، مبسوطه ان انت جيت، مبسوطه ان انت جيت في الوقت ده بالذات، لان انا عايشه في دنيا يعني حاسه فيها ان انا لوحدي. ايه الغمقان ده؟ وانا مسفرك وجايب لك الاكل الحلو ده كله وتقولي الكلام ده؟ انا مش عايزك تكوني زعلانه ولا متضايقه من اي حاجه وانا معاكي. وبعدين يا ستي انا اقول لك على حاجه كمان، انا المره دي لما جيت مصر حسيت بحاجات كنت نسيتها، حاجات كنت عمري ما كنت متخيل ان الاقيها تاني. يعني انت فاهمه قصدي ايه؟ حلو الكلام ده. اللي هي ايه بقى؟ ان انا الاقي حد اكون مرتاح معاه. ارتحت انت معاه؟ ولا قلبك اللي ارتاح معايا؟ احنا هنرد اسئله باسئله وحاجات كتير كده. ماشي انا مش هقول لك كلام كتير ولا هعرف اوصف اللي انا فيه صراحه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انا مبسوط وانا معاكي، وعايز اعيش حاجات عمري ما عشتها مع حد قبل كده. انا كمان مبسوطه قوي قوي، مبسوطه بجد، اول مره في حياتي اسافر واحس بالاحساس الحلو ده. طب احنا مش هناكل؟ انا دافع فلوس كتير قوي في الاكل ده، مش هناكل؟ انا بنتكلم كتير. لا لا هناكل، انا كمان جعانه. ايه رايك؟ بتحب السمك؟ جدا. انا بموت في السمك كمان. السلام عليكم مروان باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتاخرت ليه يا صبحي؟ كلمتك وانا جاي في السكه، ما كنتش عارف ان الطريق هيبقى زحمه كده. كله تمام زي ما سعادتك امرت بالظبط. انت تؤمر يا باشا. بكره الصبح ان شاء الله تروح البنك تراجع حساباتك، هتلاقي كل اللي اتفقنا عليه بالملايين. سلام. سلام يا باشا. يا عيني عليك يا شهد، مش عارف هيحصل لك ايه لما تعرفي اللي حصل. يلا ربنا معاكي. ما ترد بقى، ما تطلعش زرابينيو. وبعدين بقى كنت يا بدر بقى ماشي يا ناقص، ماشي يا كلب. مش عايز تتخض من العلبة؟ لا المهم اللي جوه العلبة، هما أنا استرخصت في العلبة لكن اللي جوه العلبة لا. استني بقى، يلا سفنجة وبتاع ومكلف أنا. إديني إيدك بقى. بذمتك في حد صعوبة حلوة جدا. ماشي. زي ما تخيلت بالظبط، إيه رأيك؟ ليه؟ حلوة ها؟ حلو قوي. بس قولي السبب، ليه اشتريته؟ إن شاء الله حتى عكس الإحساس اللي أنت اشتريته علشان. ليه كل ده؟ قولي الحقيقة والنبي، ولا بلاش الحقيقة، قولي كلام حلو. عايزة أحس إحساس حلو كده، عايزة أخرج من كل الضغوط اللي أنا فيها. أنا هريكي كلام حلو، أخليكي تصحي وتنامي على كلام حلو. هقول لك ليه أنا جبته. بصراحة أنا معرفش أنا جبته ليه، بس أول ما شفته كده حبيته أوي، وقلت إن أنا مش هعرف أشوفه غير على إيد ريم بالظبط. أي حد تاني لأ. عقلي راح سألني إشمعنى ريم يعني؟ ما أي حد تاني. راح قلبي على طول داخل قال لا، هو ايدرين بس اللي تلبس الخاتم الحلو ده. حلو،
بس برضه ما قلتليش ايه الإجابة. ما أنا مش عارف الإجابة صراحة. أنا عايز أعمل زيك كده، ما أفكرش في أي حاجة. أوكي، بس أنا ما أعرفش أي حاجة عنك غير اسمك وبس. غريبة صراحة، بس أنا كنت هقولك نفس الكلام ده. طب قولي أي حاجة، أي حاجة عن نفسك، عرفني عن نفسك، قول أي كلام. وليه؟ ليه؟ الناس اللي في بينهم كده علاقات بتبقى مش محتاجين يتكلموا ولا يحكوا حاجة عن بعض، كفاية عينيهم بس تبص لبعض يفهموا كل حاجة، صح ولا غلط؟ على فكرة أنا أكلتك وكلفت أكل جامد جدا، فهنحبس بالشاي بقى، وجايب معايا نعناع كمان. بص عامل إزاي؟ بحس إن هو كده بيضحك على النعناع. لا لازم النعناع قبل الشاي. أوكي. أيوه بيغرق جيبه جوه كده، بيغرق. أيوه اشربي كده بقى قولي لي رأيك. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية. حلو حلو صراحة، الحاجة الحلوة تعالى لها حلو صراحة. حلو، اتفضلي يا باشا. ميرسي. اتفضلي. والله بتكلم معاها وهي عارفة بتعمل إيه بقى؟ لا 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 لا، شوف أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك أنت مش لمصلحتنا. اهدي. لا يا محرم عيب. يعني إيه ريم تقعد كل ده بره بيتك؟ قولي الحقيقة هنا ولا بلاش الحقيقة، قولي كلام حلو. عايزة أحس إحساس حلو كده، عايزة أخرج من كل الضغوط اللي أنا فيها. أنا هريكي كلام حلو، أخليكي تصحي وتنامي على كلام حلو. هقول لك ليه أنا جبته. بصراحة أنا ما أعرفش أنا جبته ليه، بس أول ما شفته كده حبيته قوي، وقلت إن أنا مش هعرف أشوفه غير على إيد ريم بالظبط. أي حد تاني لأ. عقلي راح سألني إشمعنى ريم يعني؟ ما أي حد تاني راح قلبي على طول داخلي قال لأ، هو إيد ريم بس اللي تلبس الخاتم الحلو ده. حلو، بس برضه ما قلتليش إيه الإجابة. ما أنا مش عارف الإجابة صراحة. أنا عايز أعمل زيك كده، ما أفكرش في أي حاجة. أوكي، بس أنا ما أعرفش أي حاجة عنك غير اسمك وبس. غريبة صراحة، بس أنا كنت هقولك نفس الكلام ده. طب قولي أي حاجة، أي حاجة عن نفسك، عرفني عن نفسك، قول أي كلام. وليه؟ ليه؟ الناس اللي في بينهم كده علاقات بتبقى مش محتاجين يتكلموا ولا يحكوا حاجة عن بعض، كفاية عينيهم بس تبص لبعض يفهموا كل حاجة، صح ولا غلط؟ على فكرة أنا أكلتك وكلفت أكل جامد جدا، فهنحبس بالشاي بقى، وجايب معايا نعناع كمان. بص عامل إزاي؟ بحس إن هو كده بيضحك على النعناع. لا لا لازم النعناع قبل الشاي. اوكي. ايوه بيغرق جيبه جوه كده، بيغرق. ايوه اشربي كده بقى قولي لي رايك. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه. حلو حلو صراحه، الحاجه الحلوه تعالى لها حلو صراحه. حلو، اتفضلي يا باشا. ميرسي. اتفضلي. والله بتكلم معاها وهي عارفه بتعمل ايه بقى؟ لا 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 لا، شوف أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك أنت مش لمصلحتنا. اهدي. لا يا محرم عيب. يعني إيه ريم تقعد كل ده بره بيتك؟ لا وكمان لوحدها يعيب الشوم. والله اتكلمت معاها كتير، وبعدين ما تنسيش إحنا عشنا بره مصر سنين طويلة قوي. خلاص يا محرم، اللي أنت عشته وشفته بره ده تنساه خالص. انت دلوك عايش في بلدنا، يعني ترجع محرم بتاع زمان اللي عارف عاداتنا وتجاليدنا واصولنا. ده الناس تاكل وشنا يا راجل، يقولوا علينا ايه؟ وكمان يعني ريم لازم أن تعرف ان البيت ده فيه رجاله تحكمه، عايزه تطلع تدخل حتى تنام لازم أن تاخد الاذن منك انت وحسن. امال ايه؟ انتوا الرجاله هنا، لكن كده ما نعرفش عنها حاجة. واصل هي فين ولا قاعدة مع مين ولا بتعمل ايه؟ لا 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 عيب، ده انت العمدة والناس مسمية البيت ده البيت الكبير. بصراحة ما قدرتش اشيل عيني من عليكي. لا بقول لك ايه، انا ماليش في السكه العوجه دي خالص. اه
ومين قال ان انا عاوزها عوجة؟ لا 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 لا، ده انا عاوزها عدلة وعدلة تمام يعني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قولي انت عاوزة ايه؟ ما تنساش يعني ان انا من البيت الكبير. جرايزة نعيمة. وانا قليل ولا ايه؟ انا البدري. ها؟ وعارف الدنيا وما فيها. يعني تقصد ايه؟ قصدي يعني قولي اه وهتشوفي هعمل لك ايه. كمان عشانك يا استفندي. سلامتك من القهوه يا بيضة، خرب بيت ابوكي، ينيلك بست النيله، بتهببي ايه هنا يا نعيمه؟ وانتي مالك انت؟ ثم انت ايه اللي جايبك هنا؟ مين اللي على جنابك؟ انا من الاول شك فيكي وفي نعوميتك وفي طريقتك، قلت لنفسي يا كريمه البت دي مش مظبوطه، لازم تمشي وراها وتراقبيها، وادينا اهو مشيت وراكي وشفت القعده اللي قولي اه قولي اه، ما تقولي اه وخلصينا. لا والنبي دخل عليا انا الكلام ده، جاي تراقبيني. عارفه يا بت والله العظيم ثلاثه، يا خسرتك يا خسرت الجسم اللي زي الملبن ده، والوش اللي زي القشطه ده، والرقبه اللي زي الجمار لما يحشوها. جاك حش رقبتك على وسطك يا بعيده، ما تتنيلي تنطقي، ايه اللي جايبك هنا؟ شوفي البجاحه يا اختي، عينك كده بكحه ويندب فيها رصاصه. في ايه؟ ايه اللي بتهببيه هنا يا نعيمه؟ قلت لك يا بنت انا جايه اراقبك يا هاشكه. لا والنبي، ده انا هخلي فضحتك بجلاجل وهقول لهم كلهم. بقول لك ايه؟ لا هيمس نعيمه ولا يدوس لها على طرف، هكسف عمره. اشمعنى يعني؟ نعيمه تخصني. تخصك يعني ايه؟ يعني هنتجوز. يا اخويا الف بركه. مبروك. كده برضو ما قلتليش ليا نعناعة، اديتنيش خبر ليه يا اختي؟ كنت رفعت سمعت التليفون للست نجوى فؤاد، كانت جاتلك هزت لها هزتين وقالت لك اتمختار يا حلوه يا بيضه. بقول لك يا معلم، عايزاك في كلمتين. لا مؤاخذه يا حلوه، لا مؤاخذه يا هشكه، لا مؤاخذه يا اختي. أمري. يعني يا اخويا خدت الفلوس. ولا حس ولا خبر. بقول لك ايه؟ الشغل ده شغل كبير، عايز تقل، مش عايز اي كلام. ها؟ كلها يومين ثلاثه وهتبدا الدنيا تبان. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ كنت انا قلت لمروان وجينا بشله المعلم كده عملنا لكم قعده حلوه. حاضر ماشي. ما قلتش يا اختي انت جايه هنا تعملي ايه؟ جايه راقبك يا هشكه. ايه؟ مش شايفاني؟ ولا عاملة روحك مش شايفاني؟ لا أنا ما شفتكيش خالص صدقيني. مش مصدقاكي طبعا. مبروك. مروان طول عمره نفسه يجيب وان، تلقيه الفرحة ومش سيعان. لو طال يجيب لك نجمة من السما هيجيبها لك. عمل ايه لما شاف العيل؟ فرح ولا بكى ولا قعد يتنطط زي اللي جات له لوسه؟ ايه، خايف عليه مني ولا خايف احسده؟ حكم هما النسوانك دي، الواحده لما ربنا يكرمها تلقيها تحاجة على عيلها وتخاف عليه من الهوى الطاير. أنا لو خفت عليه من الناس كلها مش هخاف عليه منك أنتي بالذات. كدابة قوي زي كل اللي في العيلة. أنا عاوزة أقول لك على حاجة يمكن تكوني ما واخداش بالك منها. قولي. أنتي آخر واحدة
كنت افكر انها ممكن تعمل اللي عملتيه. اخر واحده كنت افكر ان عينها من مروان. انت لحد دلوقتي فاهمه غلط. ده انا كنت باجي احكي لك كل اللي بيني وبينه، كنت بفضفض معاكي الهم والغم اللي انا فيه، كنت بحكي لك كاني بحكي لروحي. انا عارفه كويس قوي وحاسه باللي جواكي، بس في حاجه انا عايزه اقول لك عليها. قولي وهسمعك. ما انا بسمع الناس كلها، يا جت عليك يا زينب يا بنت كريمه. انا حبيت مروان، مش هينفع اكذب عليكي واقول لك اني ما حبيتهوش، عشان انا عارفه ان انت مش هتصدقيني. في حاجه تانية، انا ما خدتوش منك يا ناديه ولا خربت عليكي حياتك، انت اللي ما عرفتيش تحافظي على حياتك. حلو الكلام ده بيريح. ما هو الواحد كده لما يخرب حياه غيره بيدور على اي مبرر عشان يرتاح ويعرف ينام. ده مش مبرر يا ناديه، دي الحقيقه. جوازي من مروان مش هو اللي خرب لك حياتك، وانت عارفه كده كويس. الكلام ده انا بقوله لك دلوقتي عشان انا عايزاكي تشوفي الحقيقه واضحه، وبعيدا بقى عن كل اللي بيحصل ده، انا مش هرجع البيت الكبير تاني. انا مش هرجع البيت ده غير لما يبقى بيت بيلب الناس مش يفرقهم. وفي الاخر انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه من الدنيا. انا كل اللي انا عايزاه ان انا اربي ابني، بس عايزه اربيه بالشكل اللي انا ابقى راضيه عنه. مش كده؟ صدقي شبه مروان، بس عينه زي عينك. ايه هو انت خايفه عليه مني؟ لا انا بس عايزه اشوفه ولا هيكون جعان ولا حاجه. بتعرف ازاي؟ تحسي بيه مش كده؟ أنا مرة سمعت زمان إن العيل بيعرف صوت أمه إن هو في بطنه. هو ده صح؟ بيقولوا الست لما تحب جوزها قوي العيل بيطلع شبهه. أقول لك على حاجة، رغم كل اللي حصل ده عمري ما كرهت مروان ولا هكره. اسم الله عليك. حلو الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه مالك؟ ها؟ لا مفيش حاجة. أحضر لك لقمة على بال ما تغير هدومك وبعدين بقول لك. لا 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 لا، مش عايز واكل. أنا عايز أقول لك علي ناوي عليه. خير، ناوي على إيه؟ أنا هدي زينب حقها فلوس أبوها. اللي انت قلته لي بره ده صحيح؟ ايوه. زينب اللي قالت لك؟ ما قالتليش حاجة. الله، امال ايه اللي حاصل؟ انا هعمل كده. طب وعمتك فوزية؟ مالها فوزية؟ هتوافق على اللي انت هتعمله؟ ايه، مش معنى ان انا اقول حاجة ما تستمعش، انا لسه كل حاجة في يدي. الله يكرمك ويرضيك. طب والرتال والشاهد هتعمل معاهم ايه؟ بعدين. اللي انا بقصد بعدين. ماشي، اللي تشوفه صح اعمله. مالك شكلك اتغير؟ عايزه تقولي حاجه تاني؟ اه
بس والله ما انا عارفة اقولها ازاي واقول ايه. قولي. نعيمة. مالها؟ شفتها في الجبل مع بدري لوحدهم. انت بتقولي ايه؟ اللي انا بقوله لك ده حصل، بس هو راجل جدع قال لها اسمعي يا نعيمة، انا مش هقدر اعمل اي حاجة غير لما اخد رأي مروان بيه راجلك. قالت له نعم يا روح امك، راجلي ده ايه، انا صوتي من دماغي، انا مفيش رجالة تحكمني. ستي قبلتي في يا بنت فزعتيني. بقول لك ايه، مصيبه مصيبه وحلت علينا. مصيبه ايه؟ انا سمعت كريمه بتقول لمروان ان هي شافتك وانت رايحه عند بدر الجبل، وبتقول ان انت ماشيه معاه، ومروان شكله شايط. يا دي النيل، يا دي المصيبه. طب تعالي يا بنت نشوف فيه ايه. بعدي عني هبتله. هو انا بقول لك عشان والله العظيم بقتله يا مروان. بعدي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا ست الستات. صلاتها بهايمك عشان يسمعونا احنا بنقول ايه؟ هشرب من دمك. لا يا مروان ما توديش روحك في داهيه. تشرب من دم مين؟ قبل ما دمك يفور عليا اسالها هي بينها وبينه ايه؟ وايه اللي كان موديها عنده؟ انا زيها، لو هي عادي تروح عنده انا كمان عادي اروح عنده، ولو عايز تقتلني اقتلها هي كمان. يقتل مين يا بنت؟ وانت بتقارني نفسك بيا؟ انت ماشيك منين ب60 نيله؟ انا كنت ماشيه وراك عشان اعرف انت بتعملي ايه؟ ايوه انت عايزه تجيب لنا العار زي غيرك. مش هيطلع لي انهار. انتوا بصيتوا في الزيتة؟ عايزين تستنوا سكاكينكوا عليا؟ اطلعي فوق يا نعيمة. بنت سامية اوعي اوعي. اطلعي فوق. بعيدي عنك. بعيدي. بعيدي. هقتلها. ارجعي فوق. مالك بقى زي الدور اللي هاجك ده؟ انت عايزه ايه يا فوزية؟ عايزه ايه؟ البت دي ماشيه منيل ب60 نيله، لا ليها ظابط ولا رابط، ولا كنت ماشيه وراها ليه؟ هتجيب لنا الفضيحه يا اختي، هتجيب لنا الفضيحه زي غيرها يا مروان. سيبيني يا عمتي. استنى يا مروان. لا يا كريمه، البت دي غريبه عن البلد، ما حدش بيسال فيها، ولا حد بيعرف امتى بتطلع وامتى بترجع، حتى البت اللي جراها وراها كيف المكتوره دي، هي كمان هعرف اتصرف معاها. هتعملي ايه فوزيه؟ في دماغك ايه؟ ندفنها بالحياة مروان عشان تعرف إن الله حق. حتى البت اللي معاها دي مش هتقدر تفتح خشمها بعد ما تشوف وتعرف إيه اللي جرى لستها. كلام فوزية صح. ندفنها بالحياة، ندفنها بالحياة يا مروان. هات السكينة دي يا حبيبي بقى، هات هات. اسم الله عليك. الزفت ده ما بيردش. ابعتي له مسج. يا بدري يا بدري الحقني، هيموتوني يا بدري الحقني، انا مش عارفه اعمل ايه. هعمل ايه يا بت؟ ربنا يستر. اروح فين واجي منين؟ اقتلها يا مروان. عايزه تجوزي ساميه المحروس؟ عايزه ايه يا هاشكا؟ ها يعني عناعه؟ ها لو حد فيكم قرب مني انا هصوت والم عليكم البلد بحالها. انت مش كنت جايه هنا عايزه حقك يا نعيمه؟ هندي لك حقك يا حبيبتي تالت ومتلت وبزياده كمان. اوعي. فين الرجال؟ اوعي سيبيني من الجيره. عارفين المجابر بتاعتنا؟ افتحوها. تعالي 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 يا تعالي خلاص. تعالي يا مربرب انتي. تعالي يا كريمة. انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش ذنب في حاجة. كنت عايزة تتجوزي محروس يا بت؟ محروس مين؟ خالص لا 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 خالص. بت اقف انتباه.
ستك نعيمة راحت فين؟ سافرت ومش راجعة تاني. وإيه كمان؟ ما أنا هطلع ألم هدومي محدش هيشوف وشي تاني. إيه؟ تلم إيه روح أمك؟ أنت مش هتطلعي من البلد هنا إلا وأنت ميتة، سامعة ولا لأ؟ أنت مش هتطلعي من البلد دي غير وأنت ميتة، سامعاها هي؟ سامعة كريمة عيني سيبيلي أنا الطالعة دي. اتغزي حبيبتي. أصل كريمة بنت زي سيبيني وبينها طار جاي. اتغزي يا بنتي. طروا اللي كان عايز بترقصوا لي يا بنت، بتتحسبي وترقصي الجوزة دي هتموتي. يا مروان اقفل يا مروان. الهي يا ناس، يلا رجعنا ارجع. الإجراءات لازم تخلص النهاردة يا متر. إن شاء الله كل الإجراءات هتخلص النهاردة، ولو حابب أروح لزينب هاني من مصر أخلص معاها مفيش مانع. هيحصل، وأنا هكلمك وأقول لك بعد كده نعمل إيه. بالسلامة أنت. تمام. صباح الخير. مش هتفطر يا مروان؟ ده انا ميت من الجوع. وانا عامله لك فطير بيدي هتاكل صوابعك العشره وراه. الله عليكي. لا قول لي المحامي كان هنا بيعمل ايه؟ كنت بقول له يدي زينب فلوسها. فلوسها؟ فلوس ايه دي؟ ورثها. ورثها؟ لو انت ناوي تدي كل واحد حق ولا ايه؟ حق؟ حق ايه؟ مش بتقول هتدي زينب فلوسها؟ يبقى ورثها من ابوها؟ يبقى هتعمل كده مع الكل؟ ما حدش ليه حق عندي. انت ناسي ان ابويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسمي قبل ما يموت. وزينب بره الليله دي عاد؟ زينب مرتي يا عمتي، يعني اللي هتاخده هيرجع لي. يعني يعتبر ما خدتش حاجه. هنقعد ونتكلمه ونسيب الفطير يبرد؟ لا، نروح ناكل الفطير قبل ما يبرد. ريحي نفسك يا ست كريمة، مش هرد عليك. تعالى يا كبير اتفضل. هو مين اللي مش هيرد عليا؟ طب هي فوزية بدري. الله، وانا هكلم بدري ليه؟ عشان البيعة. بيعة ايه دي؟ انا اللي اشتريت، وانا اللي هاخد البضاعة، وانا اللي هبيع. بتستعجل انت يا كبير على طول. أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة من ورا ظهرك. أنا كنت هقول لك طبعًا. أنا عارف إن أنت كنت هتقولي لي على كل حاجة. ست كريمة، بعد ما تخلصي وكل أنا عاوزك في المكتب. اعتبرني كلت. تعالي ورايا. أنت ما فطرتش يا مروان. بعدين يا عمتي. هو أنت عملتي إيه؟ أوعى تكوني زعلتيه. لحسن مروان اليومين دول بيجي صعب على الآخر. كلي بيدي يا فوزية. يا ترى بيعت ايه دي؟ أؤمر يا كبير. اقعدي. ها؟ اللي حصل تاني من ورا ظهري؟ يوه. كتير قوي بيحصل. كفايه العامله السوده اللي امك عملتها وراحت اتجوزت محرم بيه. هي دي العامله الكبيره. كل حاجه بتحصل صغيره قد كده. شيل جبريه من دماغك وخلينا في اللي انت عملتيه انت وبناتك. انا وبناتي عملنا ايه؟ انا اقول لك انا عملت ايه. انا لقيت حضرتك منفض لنا ومكبر دماغك واخد كل اللي في جيبك واللي في ايدك رميه في حجر فوزية عمتك، وكل ده عشان نشبط في بعض وناكل في بعض. مش كل ده هدفك يا مروان بيه؟
اوعى تفتكر ان انا ست غبيه وما بفهمش، لا انا وزين بلد بحالها. بلد ايه؟ انا وزين بلاد. ست كريمه بلاش لف ودوران، مبروم على مبروم. ما تكملش يا كبير. لف ودوران ايه؟ انا مش بتاعت لف ودوران، انا ست دغري. بص بقى، اما لقيتك مش فاضي ودماغك مش معانا هنا، كان لازم حد يقف لمحرم ويعرفه ان الشغل مش بتاعه لوحده، وانا كان لازم افهم الشغل ده ماشي ازاي وبيدور ازاي. طلع كل الشغل ده شمال لا مؤاخذه. انت عايزه تقولي ان انت اللي عملتيه علشان ايه؟ عشاني، عشانك، عشان اي حد. المهم مفيش اي حاجه تخرج من ايدينا، وبدري ورجالته يبقوا بين ايديك وتحت رجليك. سيبك بقى من كل ده وقولي هتعمل ايه مع نعيمه. نعيمه؟ انا معرفش حد بالاسم ده. تصدق وانا كمان. من الحمار ده؟ الولد الكبير بتاعكم في المروان. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا ريس بدري؟ نعيمه فين يا مروان؟ جاي تسال عليها كده؟ عيني عينك. لمت عزالها ومشت وقالت يا فكيك اصلها ملهاش ملكه. اسمع مني. عملت لها ايه؟ الدار قدامك والبلد كلها قدامك، دور فيها زي ما انت عايز، انا مش ممانع. مروان انا هتجوزها. وانا قلت ليه؟ انا وقفت قصادك؟ جيت قلت لي يا مروان انا عايز مرت ابوك عشان اتجوزها، عزيتها عنك يا راجل. يا ريس بدري، يا ريس بدري الحقنا، دفنوها حية، دفنوها وسابنا ماتت في الخوف والرعب. تعبت بعجتك عنها. كلامك معايا حسابي معاك بعدين. لما يا بنت قدامك لما رجالة أعلى ما في خيلك اركبوا. شفت؟ هو ده اللي أنا كنت عاملة حسابه. قلت لك عايزاه هو ورجالته يبقوا بين إيديك وتحت رجليك، بدل ما يقف في وشك وفي بيتك. هتتكرر كتير اكيد. اهلا اهلا. طيب بقول لك ايه، هكلمك بعدين. ها باي باي. يا اهلا وسهلا يا اختي، ليكي وحشه. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا قلت اكيد محرم هياخدك تقضوا شهر العسل مع بعض. ده انت اللي عسل. الا يا اختي انت كنت فين كامله لك ده بايته بره البيت يعني؟ وانت مالك؟ اهدي. لا 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 يا ريم لا، ده انا مرت اخوك يا عمتك يعني، يصحش تتكلمي معايا كده؟ طيب يا عمتي عشان تبقي فاهمه بس، انت زيك زي الكرسي اللي في البيت ده، انت حيالله مرات اخويا لكن انا صاحبه البيت. اوعي تفتكري ان البيت ده بطوله وعرضه حد يقدر يقولي تلت التلاته كام. انا بس اللي اقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، انت فاهمه؟ ايه دي؟ انت بنت مش مكسوفه كمانك بايته بره كل كده ولا حدش يعرف عنك حاجه؟ اطلعي يا جبريه نامي في اوضتك وما تنزليش يا حبيبتي غير لما اقول لك، عشان بجد هزعل منك. انت اتجننتي يا بنت؟ جينا اما يلخبط كيانك. اسمعي الكلام، احنا هنقول طور دول احلبوه. يلا. وبصي هي ساعة بالظبط والأكل هيبقى موجود على السفرة، عايزة تنزلي تاكلي أهلا وسهلا تشرفي، مش عايزة في 60,000 داهية. بالراحة على روحك لطقة موتي. ما تخافيش أنا لا يمكن أطق، عارفة ليه؟ لو طقيت كل اللي قدامي هيفرقعوا. اتفضلي على أوضتك بسرعة. يلا! أنا هطلع أوضتي عشان تعبانة وعايزة أنام. أنت مجنونة؟ فور الدم الله يحرقها. ريم كويس انك جيتي.
قولي لي ايه اخبارك؟ زفت. جبريه صح؟ غريبه قوي. اوعي بنت تسكتي لها. عارفه اللي زي جبريه دي ما ينفعش نسكت لها، دي لازم تاخد على بوزها على طول. ما سكتش، بس بصراحه انا خايفه منها. خايفه من ايه؟ ما تقوليش كده ابدا وانا عايشه. نظراتها صعبه قوي، وطريقتها في الكلام كده تحسي انها مش طبيعيه. عامله ايه انت بس مع حسن؟ ولا حاجه، هعمل ايه يعني؟ يا بنت سيبك منها وما تخافيش، خليكي كويسه مع حسن، ده شغل حماوات وانا عارفاه، وما تقلقيش انا هظبطها لك. المهم انت كنتي فين؟ كنت في اسكندريه. واو، قضيت يومين حلوين قوي 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 قوي. اقول لك كمان على خبر كويس؟ فرحيني. احتمال اتخطب. من غير ما بابا يعرف؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك احتمال، هو قال لي بس وانا قلت له طب سيبني افكر وبعدين هيجي يقول لي محرم. تعالي على مكان، تعالي الحمد لله على سلامتك، تعالي الحمد لله على سلامتك. يا خديجة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الراحة عليها والنعمة بالراحة. تعالي يا بدر، تعالي يا حبيبتي، معلش معلش، تعالي تعالي يا بدر، تعالي معلش 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 يا بدر، انت تمام؟ تعالي 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 فيلك وحشة. عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا قلت اكيد محرم هياخدك تقضي شهر العسل مع بعض. ده انت اللي عسل. الا يا اختي انت كنت فين كامله لك ده بايته بره البيت يعني؟ وانت مالك؟ اهدي. لا 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 يا ريم، لا ده انا مرت اخوك يا عمتك، يعني يصحش تتكلمي معايا كده؟ طيب يا عمتي عشان تبقي فاهمه بس، انت زيك زي الكرسي اللي في البيت ده، انت حيالله مرات اخويا لكن انا صاحبه البيت. اوعي تفتكري ان البيت ده بطوله وعرضه حد يقدر يقولي تلت التلاته كام، انا بس اللي اقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، انت فاهمه؟ اهدي انت يا بنت، مش مكسوفه كمانك بايته بره كلك ده ولا حدش يعرف عنك حاجه؟ اطلعي يا جبريه نامي في اوضتك، وما تنزليش يا حبيبتي غير لما اقولك، عشان بجد هزعل منك. انت اتجننتي يا بنت؟ جينا اما يلخبط كيانك. اسمعي الكلام، احنا هنقول طور طوله حلبوه. يلا. وبصي هي ساعه بالظبط والاكل هيبقى موجود على السفره، عايزه تنزلي تاكلي اهلا وسهلا تشرفي، مش عايزه في 60,000 داهيه. بالراحه على روحك، لا تطقي تموتي. ما تخافيش انا لا يمكن اطق، عارفه ليه؟ لو طقيت كل اللي قدامي هيفرقع. اتفضلي على اوضتك بسرعه. يلا. انا هطلع اوضتي عشان تعبانه وعايزه انام. انت مجنونه. يا حبيبتي يا حبيبتي، تعالي 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 على مكان، تعالي الحمد لله على سلامتك، تعالي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال يا حبيبتي، معلش معلش، تعال تعال هنا هنا هنا، معلش 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 معلش. انت تمام؟ تعالي اللي عايزه حياتي. تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 تعال اسكت. الرجال مالك؟ في ايه؟ كنت عند المحامي، كان عند مروان. عارفه البيع عمل ايه؟ عمل ايه؟ كتب لزينب ارض وفلوس، قال ايه؟ ورثها من ابوها الله يرحمه. واحنا؟ ولا على باله. هو ايه اللي ولا على باله؟ لا طبعا، طالما اداها حقها يبقى لازم يدينا حقنا احنا كمان وفلوسنا. والله العظيم انا هتجنن، حتى امك خدت مني الفلوس ولا حس ولا خبر. اقول لك ايه؟
هطلع اغير هدومي واجيلك. على فين؟ هنروح للبيت. ما احنا لازم نفهم زي ما اداها حقها يدينا حقنا احنا كمان. هو فين؟ خير يا ريتال؟ حكيم انا بجيت اشوفك، اعرف ان عفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي. هو فين يا فوزيه؟ هو مين؟ هيكون مين يعني؟ مروانه يا اختي. عندك يا اختي في المكتب جوه. امسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاك بعدين عشان مسافر. مسافر؟ طب قبل ما تسافر بقى يا استاذ مروان، عايزين ناخد حقنا زي ما اديته لزينب. بعدي بعدي. مش هبعد يا مروان، طالما قررت ان انت تدي زينب حقها يبقى احنا كمان لازم ناخد حقنا، ولا ده مش حق ربنا؟ وحق فريده عارفاه، انا لو همشي ورا دماغي والشيطان اللي راكبها هدفنك جنبها. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انت الوحيده اللي ليكي مصلحه في الليله دي كلها. وبعدين؟ ولا قبلين. سلام يا بنات عمي. سلام؟ اقف، انا بكلمك بقولك مروان. كلم بأدب ويدك تبقى جنبك. ايه، ما حدش علمك؟ لا ما حدش علمني يا مروان. هو انا ما قلتلكش ان انا ماليش رابط؟ وسايبه كمان يا مروان، ايه رأيك بقى؟ امسكي انت. ايه؟ انا سايبه يا مروان. انا هربط يا عيني. يا بت كريمة. تعالي تعالي. انت بتقولي ان ما حدش رباكي؟ انا هربيكي هربيكي. تعالي كفايه كفايه. شو انت بتقولي ان انت سايبه وملكيش حاكم؟ تحط لسانك الوسخ ده جوه خشمك. قومي قومي. عرفتي ولا لا؟ ايه؟ هموت. عرفتي؟ عرفتي مروان ولا لا؟ لازم تجيب لي حقي، لازم تجيب لي حقي من كريمة وفوزية. هيحصل، مفيش. طالما اتجوزنا خلاص محدش هيقدر يفتح بقه، واللي هيفتح هقطع له لسانه. انت ما تعرفش حصل لي ايه يا بدري. دول حطوني تحت الارض وردموا علي التراب. انا حاسه ان عقلي خلاص راح مني. سلامة عقلك، ده انت ست الستات. الله، وانا شفت بجمالك. ده انا اول ما شفتك جمالك صحر. ده هو اللي خلاني لفيت لحد ما لقيتك وعقلك وحلاوتك. روق المال روقي. مروان لازم تجيب لي حقي من مروان ابن الكلب ده. هيحصل هيحصل. ست جبرية فين؟ جاي. وعايزي ست جبرية ما بتقابلش حد. بس يا مفيدة فيها محروس. يا ست جبرية هتلاقيه جاي يقول كلمتين ما لهمش عازة. مالكش صالح يا بت، روح من له حاجة يشرب. تعال يا محروس تعال. مروان كتب كل حاجة باسم زينب. ايه؟ انا حبيت اقول لك مرار الطافح. وبعدين انا جيت عشان تشوفي هتعملي ايه. ما انا عندي عيل وعايز اضمن حق. امال ايه؟ وكريمه طبعا هي اللي ورا كل ده. يا ريت تتصرفي يا ست جبريه.
سيبنا شويه يا صبحي. تحت امرك يا باشا. اتفضل. ايه رايك في المغزى اللي احنا شفناه؟ هو ده بس؟ ده اللي وريهولنا صبحي، بس اكيد في مخازن تانيه. واكيد يعرف مكانها؟ طبعا، اكيد متاكد حاجه لنفسه. طب انت شايف ايه؟ سيبك دلوقتي من صبحي، هو مش سهل بس انا هعرف اتفاهم معاه. انا عايزك تسمعني كويس قوي، حط كلامي ده حلقه في ودنك. كلامي ده؟ شوف يا حسن، انت اتجوزت بنتي، يعني بقيت واحد من عيلتي، وكلها ان شاء الله شهر ولا اتنين زي ما انت قلت لي، وهيوصل لنا حفيد. الحفيد ده بقى هيبقى احلى واحد في عيلتي، وانت كمان هتبقى اهم شخصيه في عيلتي. مش فاهم. انا عايزك تقف جنب مني يا حسن، كتفي بكتفك، هنعمل شغل كويس قوي، هنكسب من ورا جامد، فهمت؟ بس اهم حاجه بقى ما تسمعش كلام امك. السم ليه؟ تبقى مرتك بالك. ما انا عارف. انت عارف هي اتجوزتني ليه؟ عشان تكسر مروان. امك دي ما يهمهاش غير مصلحتها وبس، لا يهمها انت ولا اخوك، فهمت؟ طب انا عايز اعرف السلاح ده ليه ولمين؟ ما تستعجلش يا حسن. لا مستعجل، وعايز اعرف كل حاجه النهارده قبل بكره. انا معاك في اي حاجه انت عايزها، مش عشان اي حاجه ولا عشان ابقى اقوى من اي حد، لا انا معاك عشان ابقى انا اللي جوي، عشان حسن يبقى الكبير، واي حاجه تانيه ملهاش عايزه عندي. شوف يا حسن، لو انت عايز تكبر في الشغلانه ديت والناس تشاور عليك ويقولوا عليك نمره واحد وانك انت الكبير، هتبقى انت بترضي غرورك، بترضي غرورك وبس. فالشغلانه بتاعتنا دي بقى لازم تكبر ويبقى لك قيمه علشان نفسك، فهمتني؟ كانك بتتكلم عن مصلحين اجتماعيين مش تجار سلاح ومخدرات. يعني كلام انا غلط ولا ايه؟ طب افهمك، السلاح اللي بيدخل بلدنا ده تفتكر بيدخل ازاي؟ عن طريق ناس بيكسروا القانون. بيوصل هنا وبيتخزن في المخازن ازاي؟ عن طريق برضه ناس بتكسر القانون. احنا بقى هنبيعه لمين وازاي؟ برضه الناس بتكسر القانون. فما تلومش نفسك. كلام شكله صح بس منطقه غلط. يبقى سيب الشغلانه دي من الاول بقى. مش معنى اني بقول ان منطقه غلط اني مش حابه. انا هقول لك يا محرم بيه، اعرف الغلط واعمله، بس اوعى تصدق انه صح، عشان ما يجيش حد ويعمل معاك الغلط ويقول لك الله ما انت اللي اخترت. لانك لو امنت ان الغلط صح هيجي اللي يعلم عليك، وساعتها مش هتعرف تحاسبه. هل انا بقول غلط ولا ايه؟ لا بس انا اقصد ان انا الوحيد اللي من حاجة احط القانون واغيره، وغيري لا. هو ده المنطق اللي لازم تمشي عليه يا حماية العزيز. ايه؟ مش هنروح ولا ايه؟ لا روح انت حسن، روح. انا ورايا مشوار هعمله كده وبعدين احصله. روح انت، روح. ماشي بالاذن. مفيدة فين القهوة؟ اتفضل يا ست ريم. فين جوزك يا بنت؟ ما عرفاش، هو طلع وما قالش رايح فين. بجد؟ نزل كده من غير ما تعرفي هو راح فين؟ يمكن مع حسن ولا حاجة، حاكم هما التنين دلوق بقوا صحاب قوي. اقعدي. قولي لي يا بنت، الجبريه دي نظامها؟ انا مش بسالك يا بنت، ما تردي. ملهاش اخر، جبريه الوحيده في البلد دي اللي لا ليها اول ولا اخر، ممكن تدوس على اي حد عشان خاطر اللي هي عايزاه. وانتي؟
هنية استهان، انا يدوب عايشة. يا بت اللي يشوفك وانت هتتهبلي كده وماشيه مجنونه في الشوارع يقول مستحيل ان انت تنسبنك. انا مش ناسيه، مين قال ان انا نسيت عبد الحكيم وانه مش في بالي؟ ومين قال ان انا مش عايزه اعرف هو فين؟ واضح قوي انه صفاره سهولك. انا مش ناسيه ومش هنسى، بس انا عارف مين اللي عمل فيا كده. مش انت قلتي قبل كده وكنتي متاكده ان حسن هو اللي خطفه؟ ما تجيبي معايا من الاخر كده وتقولي من غير لف ولا دوره. حسن ما يهمنيش وانا مش حطاه في دماغي، ولو هو اللي خد الواد انا هطمن وهسكت عشان ده ابوه والد عبد الحكيم كبير البلد وصاحب الملايين، يعني الواد هيتربى احسن تربيه. بس انا مش متاكده. لو ما كنتيش متاكده ما كنتيش قعدتي راسيه وهاديه قوي كده. أنا معرفش أكتر من اللي يعرفه غيري، بس هقولك على حاجة يا ست هاني. حسن بير غويط ملوش آخر، اوعي تفتكري إنه سهل وطيب زي ما الناس بتقول، لا، ولا الناس تلعب بيه شمال ويمين، أبداً. طب أنا عايز أعرف حسن إيه بالظبط؟ وجبرية دي آخرها إيه؟ حسن كان عايز يموتني لما عرف إني حامل، يعني كان عنده استعداد إنه يقتلنا أنا وولده عشان ما حدش يقول عليه اتجوز خدامه. ولولا اللي حصل، ولولا ان ربنا وقف جاري، كان زماني ميته. وجبريه داخله البيت ده عشان تخربه. جبريه ما بتحبش حد، جبريه كل اللي يهمها ان البيت الكبير يبقى البيت اللي هي فيه. عندها استعداد انها تقتلك انت ومحرم ولبنى في يوم واحد. جبريه؟ طب حسن ايه؟ هيبكي ويزعل شويتين عشان يرضي ضميره، وبعد كده يبوس يدها ورجليها يقول لها تحت امرك يما. انا قلت كده برضو. الليله اللي عملها حسن عشان يتجوز لبنى دي ليله جبريه، هي اللي خططت. وجوازها من محرم كان عشان تقهر ولدها. عارفه يعني ايه ام بتفكر تقهر ولدها؟ تليفونك جلجني. اعمل ايه؟ استنيتك تتكلمي، التليفون ما رنش. تليفون ايه ده اللي يرن؟ وبعدين انت قفلت الباب ليه؟ انا واحده ارمله، الناس تتكلم. والله العظيم اللي يجيب سيرتك لقطع على لسانه وعلقه على باب الباب ده. انت عاوز ايه؟ اللي انت طلبتيه. ده انت مجنون. هو في احلى ولا الذ ولا اطعم من الجنان في الحب؟ حلوة قوي 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 الكلام ده، بس أنا بقى هموت وأعرف محرم بيجي النادية كل يوم بالليل ليه؟ مشكلتي إن دماغي عاملة زي البدال ما بتبطلش تلف. طب خلي بالك بقى عشان ما يفوتش منك. لا ما تقلقيش عليا، ده بقوة 10 حصان. طب تعالى معايا وأنا عايزة أقول لك. طب يا تقولي لي كلمة وجعتني، أنا نفسي تقولي لي أي حاجة من زمان. ما عندكيش حاجة تشرب؟ تشرب شاي؟ شاي؟ شاي شاي بس زودي الصوت. كده ما ينفعش. انت عاوز ايه؟ اللي انت عايزه ايه؟ لا انت عاوز كل حاجه تبقى في يدك، وده مش هيحصل الا اذا كنت انا في يدك وتحت امرك. يا ستي انا اللي تحت امرك. انت مش اتجوزت جبريه، خليها تنفعك. جبريه دي ايه بس؟ جبريه دي مجرد لعبه مش اكتر. طب خد بالك عشان دي قنبله مش لعبه. قنبله؟ يبقى انت ما تعرفنيش. طب ما تعرفني. محدش هيحقق لك اللي انت عايزاه غيري، فبلاش لف ودوران، كل ده مش في مصلحتك. هو مش ايام العده انتهت خلاص وبقيت حره؟ عشان افهمك اكتر، انت ليك طار عند عبد الحكيم، وانا عايز امسك البلد دي كلها بايديا، يعني مصلحتنا واحده. فهمتي؟ خايفة منك. خايفة من ايه؟ تقولي اه كده وشوف انا هعمل ايه؟ يعني لو قلت ايوه
تليفون للمأذون، الشهود موجودين، ونقضي الليلة بيضة بالصلاة على النبي. آخر فل، قول بقى بس. حاجة البت كريمة، معلش شو ماله، حقه جبريل، حقه الواد قلبه مقفول على الحزن والمرارة بقاله سنين. يا قلبي كان نفسه يشوف لروحه عيل يحس انه راجل زي بقية الناس، لما جه الواد لازم ان يفرح. امال ايه، كان لازم ان تفرحي معاه. يا
حزينة، ابنك البكري جاب واد، الواد اللي كان نفسك تشيليه بيدك وتحرسيه بعينك ولا عمرك حتشوفيه. قاعدة لوحدك ليه يا ماما؟ يا سلام يا سي حسن، وأنا يعني كنت لقيت حد يقعد معايا وقلت له لا. كتير ياما، أنت لو قلت لأي حد هيجي يقعد، أنت سبت البيت والكل يتمنى رضاك ويجرب منك. لا ست البيت هنا هريم يسكت مش عامل علي حما. خبره يا حسن، بصي لي كده ليه؟ تحبيني يا امو؟ حبك يا مري، انت نين عيني من جوا يا ولد. حقيقي يا امو، يعني لما اغيب عنك بتبقى عايزه تعرف انا فين وبعمل ايه، خايفه عليا لو يحصل لي حاجه او اقع في مشكله او اكون محتاج حاجه. يعني لما بعد بتبقى عايزه تطمني انا جعان شبعان، نمت مرتاح ولا لا، بترفع يدك للسماء وتدعي لي من قلبي يا حبيبي. والله مروان يما، مروان كمان شو البطن مروان ده ولا ايه؟ ولا يعني تكونش فاكر ان انت واخوك كبرتوا كده وبقيتوا رجاله بشنبات بتمشوا في البلد الكل يضرب لكم تعظيم سلام من غير انا ما كنتش جيت وتعبت عليكم؟ طب احكي لي يما، قولي لي، أنا عايز أسمع منك. أقول لك إيه؟ طول عمرك أنت تعمل مشاكل. آه والله كنت صغير كده وليلك طويل وطول الليل حسك عالي، تصرخ 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 صوتك يجيب اللي في آخر الدنيا، عايز إيه؟ حدش عارف. أها تصرخ وبس. وكل ما تطلع من البيت يا حسن ترجع بنصيبة، ضارب حد، شاتم حد، كاسر نفوخ حد، كانش يهمك حد في الدنيا. ليه كنت بعمل كده؟ ليه؟ عشان عارف ان امك في ظهرك، حدش يقدر يدوس لك على طرف. امي بس. مروان كمان. يا قلبي كان يحبك حب طول النهار. ماسك يدك وتجرو في البلد. أخويا الصغير، أخويا الصغير هو اللي يوكلك ويشربك ويلعبك. آه والله، ويقول لك اللي قرب من أخويا أفتح دماغه حتى لو أخويا غلطان، حتى في المدرسة كان يقول كده. بس الدنيا يا حسن مش للناس الطيبين اللي يفرح ويحزن، لا الدنيا للعفاريت اللي قاعدين على كفها يتلعبهم ويلعبوها. الدنيا كارتة، ما تركبها شد الجامك وعاك افلت من يدك لا تقع. مروان الجام فلت من يده، فهمت يا واد ولا نقوله كمان؟ فهمت يا ام. في ايه يا ست كريمه؟ اكسر الباب ده. باب ايه اللي اكسره؟ مستحيل،
ده لو مروان جه وعرف ان انا كسرت الباب هيعمل ليله. بلا ليله بلا الف ليله. بقول لك اكسر الباب يعني اكسر الباب بدل ما اكسر دماغك انا. يكسر ايه يا كريم؟ ما ينفعش اللي بتعمليه ده. مروان لو جه وعرف هيزعل قوي، ومروان اليومين دول عصبي وزعله عفش. ابعدي عن وشي دلوقتي يا فوزيه، عفاريت الدنيا كلها بتتنطط. ابعدي عن وشي بدل ما ارتكب جريمه. طب خليهم يتنططوا بعيد عن هنا. بقول لك اكسر الباب يا ست كريمه. اياك تعمل كده، اياك تكسر الباب. انا بقول لك اهو. عارفه لو ما كسرش الباب هجيب صفيحه جاز واحرقه لك واخليك تقعدي تلطمي عليه. بقول لك اكسر الباب، تكسر الباب. احرقي مين اهو الباب اهو. في داهية. اوعى اوعى. تعالى ليه؟ بنتي بنتي حبيبتي، ألف سلام عليك يا بنتي. انت كويسة يا بيتال؟ طمنيني انت كويسة. مش هسيبه، ورحمة أبويا ما هسيبه يا كريمة. طب قومي تعالي معايا. أجي معاكي فين؟ هو مش حابسني هنا؟ أنا بقى قاعدة مستنية. بس أمي، أنت عايزة مني إيه؟ عايزة مني ايه يا كريم؟ انت عايزة مني ايه؟ عايزاك تهدي عشان نعرف نفكر احنا هنعمل ايه. عمل اسود ومهبب على دماغه هو وامه. ما عادش ينفع الضرب من تحت لتحت، ما عادش ينفع خلاص. مروان لازم يتأدب، لازم ياخد على دماغه. جبريه اللي كانت فاهماه، هي اللي عرفت ازاي تخليه يمشي ما يعرفش وشه من قفاه. انت اللي تعمل فيه النهارده ما تعملش في حد. انا هاخد لك حقك يا حبيبتي، هاخد لك حقك. ازاي؟ مش هتعرفي تاخدي منه ولا حق ولا باطل. ما عادش ينفع. انا عارفه انه ما عادش ينفع. هي مش جابريه قالت ان ابنها مات؟ يموت. لازم يموت. هي مش البلد كلها عارفة ان جابريه كانت عايزة تموته؟ خلاص يموت يا كريمة، رصاصة ونخلص. عادي، ولا حد سمع حاجة ولا حد شاف حاجة.